السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. وهذه انتقالة جديدة ولقاء يتجدد معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية، لا سيما وشبكة مراسلة قناة الأيام المنتشرة على طول الطرقات المؤدية إلى كربلاء المقدسة، ابتداء من المحافظات الجنوبية ووصولا إلى مفترقات الطرق وطرق يا حسين من مدينة بغداد، من مدينة كربلاء، المدينة الأم التي هي صاحبة المصاب مدينة الحلة، وعلى طريق يا حسين بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة زميلي ظفر وزميلي محمد زميلي كاظم وأيضا وزميلي علاوي، هؤلاء وأيضا من منفذ الشلامشة ومن منفذ زرباطية. وأنا أقف الآن قرابة يعني عمود 180 وهو طريق يا حسين باتجاه كربلاء المقدسة لنقل صور حية تتجدد عن هذه المسيرة المليونية. وشبكة مراسلي قناة الأيام كما عودتكم في الأيام السابقة مع الحدث أينما وجد، وتنقلكم صورة وافية من دخول الزائر إلى الأراضي العراقية وصولا إلى هذه الطرقات ومن ثم كربلاء مدينة العشق والهيام. مشاهدينا الكرام، صور تتجدد وصور وافية، وهذه الإطلالة الجميلة لهذا البرنامج الذي يعد من أمي وأولوياتي البرامج التي تنقل هذه الصور الحية المتجددة للزائرين، للخادمين، للسالكين، طريق الخلود، طريق الحسين، طريق الثورة، طريق الإباء. وإحنا إن شاء الله جيب الحجية هنا أيضا ننقلكم هذه المشاعر مع حجية هنا تعيمي مع الزائرين الوافدين. افترينا حجية، الحجية جاية على الكرسي المتحرك وهي أيضا بإمكانها هذا كرسي آلي. تعيمي هنا الحجية، سلام عليكم. قواك الله. شلون صحيح؟ يعطيك العافية الله يخليك. والله من البصرة، بس جيت من النجف للكربلاء، بس احنا بيتنا بالبصرة. بالبصرة. وتعودتي تجي للنجف؟ انا كل سنة تجددين عهد مع امير المؤمنين أنا عليه السلام. وحدك جاية وياك واحد؟ لا والله وياي بناتي. اي بس بناتي طلعن قدام وانا ظليت ورا. على راحتك. على راحتي. شلون مشيتي بهذا الكرسي اليوم؟ والله تعبانة بس ما اتعب على ابو عبد الله. ابد ما اتعب علي. والله هذا طريق العشق، طريق الهيام، طريق زينب عليها السلام، طريق الزهراء، طريق الأنصار والأبطال. وإن شاء الله هذا الطريق نحس بوجداننا رأية الإمام المهدي الظلل للزائرين للسائرين على هذا الطريق. صدقني والله العظيم ما يوم من الأيام ما تمرضت إلا الحسين يجيني عليه السلام. والله زين قل لي قومي قومي روحي أمشي، قلت له ما بي أمشي، قل لي قومي قومي. والله العظيم متت، والله قلت انا راح انتهيت، وبكربلاء بقيت شهر كامل وهو اجاني قومني علم الطيب. الان انت رايحه الى كربلاء، اريد اشوف مشاعرك وانت تواسين حورها زينب سلام الله عليها. اشتعل نار عليها، اقول عمت عين عليها، عمت عين عليها. احنا هنا نشرب وناكل ونتلقون بالماء وبكل شيء، لكن هي وين؟ بالاصوات. عمت عين عليها. حجيتنا العزيزة الغالية على قلوبنا توصلين بالسلامة، وقلدناك الدعاء والزيارة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كل توفيق. الله والديك. هاي الدموع الغالية العزيزة إن شاء الله تجد المكافأة عند الحوراء، عند فاطمة الزهراء. والله عند فاطمة الزهراء أريتها الشافين وشاف كل مريض، وتكف نشرها النادم من ما نعرف شو يصير. كل التوفيق إن شاء الله، توصلين بالسلام. مشاهدين كرام، دموع غالية عزيزة لهي الحجية، وهي تصف هذه المسيرة، مسيرة العشق، مسيرة الهيامي، مسيرة الكبرياء. لازلنا مشاهدين وياكم وننقل هذه الصور الحية على هذا الطريق، والشاهدون معي السائرين على هذا الطريق عوائل ما شاء الله، الأبو جايب الأولاد وجايب زوجته وجاي. سلام عليكم، قواك الله. تعال هنا يمي، تعال يمي. الله يحفظك. أبطال المواكب الحسينية خدام الإمام الحسين عليه السلام، هم اللي أصحاب الدعم اللوجستي والمد الحقيقي لهذه المسيرة. أكيد أصحاب المواكب واصحاب الناس الخدم هاي البسطاء هي اللي مقومه هاي الشغله، وهي اللي تخدم، وهي اللي تجيب الثلج وتجيب الماي. اصلا الحكومه ما قدمت لنا اي عون،
حقيقة الطريق مقطوع علينا، البلدية هاي قدامكم قاعد تشوفون الوضعية، واحنا المعاناة والشمس حتى حرمونا ان نسوي فالسقف هاي بعد ما ازالوا هذه الاماكن كانت هنا اكو مو طبعا الاماكن هاي ازالوها، واحنا كنا نخدم الزوار بهذا المكان لان ما نقدر نخدم بالحسينيه لانه ماي واكل وشرب وطعام صعبه بالحسينيه، احنا مخلين الحسينيه مكان للصلاه. حتى تصير صوره عند المشاهد، اغلب الزائرين على هذا الطريق يريد مثلا ياخذ ميه بارده هو يمشي، يعني يريد يقعد قاعد بعد ما يقدر. احنا كل ما نقدر جهودنا ان نتقرب للزائر، احنا نتقرب له مو هو يتقرب لنا، لان هو تعبان وجاي يريد الماي ويريد الاكل، فاحنا اذا نصير بعيدين عليه راح نسوي عناء عليه، فاحنا نريد نتقرب له حتى في سبيل نقدم له صورتك ومعاناتك نقلناها قبل ما تبدا الزياره، وناشدنا عبر شاشه الايام، ناشدنا بانه الاخوان مشاريعكم متلكه، احنا نتمنى تكون عندنا طرقات حلوه، نتمنى تكون مداخل مدينه النجف وكربلاء جميله، ولكن مو تاذون الزاير، خلي تكون مشاريعكم سريعه، هاي كلها مشاريع متلكه. احنا بالعكس هذا المشروع هو مشروع جيد، مشروع نظافه وفد شكل، والناس اللي جايتنا مو بس من النجف وكربلاء ومن العراق، وهذه المناظر مو لائقه حقيقه. احنا بينا خدام الحسين، واحنا اللي ابا عبد الله هو اكون نقدم له احلى صوره، عرفت؟ يعني اللي من يجينا من الكويت واللي يجينا من كافه المحافظات والعالم يجي يشوف هذا وضعنا مع كل الاسف. حجينا هسه اني المعاناه اخذناها، بس اريد اشوف قلبك شلون يرفع على الحسين وانت تخدم زواره. والله اني قاعد من الساعه يعني صليت الصبح وما نمت حقيقه، ولسات رحت السواقيه جبت الفواكه وجبت طلعت الخان النص هاي البيك ابو محمل خيار، عرفت؟ ويعني كان صعب علي انا اعوف الموكب واروح حقيقه، لانه انا كل لحظه ابعد عن هذا المكان يصير عندي ارق في سبيل حتى ارجع لهذا المكان حتى استقر اخدم زوار ابا عبد الله، عرفت؟ حقيقه يعني بس نتاسف للطريق وللمعاناه، واحنا نقول مناشداتنا ان شاء الله توصل. لا احنا مهما يصير حجي شي يعوف الحسين، الحسين بس لحظه اسمع اسمح لي، شو تعوف الحسين؟ يقول يا حسين بضمايرنا صح ايش سووا؟ قصوا ايدين وخذوا اتاوات فلوس وقطعوا رؤوس وطريق الحسين ما نعاف، جت الامراض وكورونا وغيره وطريق الحسين ما نعاف، مهما يصير الحسين هو عبارة عن شجرة مزروعة في قلوبنا تصعد تنزل وين نفس. يذكر القمي رحمه الله يقول اجى فد واحد يزور الإمام الحسين ولا في ايديه بعضاية، يقول كان اللي يزور الإمام الحسين يدفع ضريبة، وهي الضريبة يقطعون ايده، عرفت؟ يقول قالوا له انت ما طول جاي الهاي المسيرة وجاي قاصد زيارة أبا عبد الله، لازم انت الحكم عليك تنقطع ايدك. يقول لما خرج ايده وهي مقطوعه اليمين خرج اليسار وهي مقطوعه، قالوا له هاي شنو دي؟ قال لهم هاي انقطعت بزياره سابقه الي وهاي وراها، وانا حتى لا تقطعون رجلي واي شيء تسوون بي ما اعوف الحسين. احنا نقول مهما تسوون ومهما تصير بينا ومهما نتحمل المعاناه، هاي الخدمه وهاي القضيه الحسينيه سايره بدمنا، حتى لو اي شيء يصير بينا حتى لا توصل المرحله للموت، احنا نقول لبيك يا حسين. هنيئا لكم هنيئا لكم غير الحسين هنيئا لكم هنيئا لكم، كل التوفيق ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، موفقين موفقين. الاعلام هو يوصل صوتنا اكيد، وانتم يعني هم مشاركين ويانا بالخدمه وهاي المعاناه قاعد تحسون ان شاء الله. نحن خدم لخدم زوار الحسين، نسال الله ان يوفقكم لهاي الخدمه، ربي يحفظكم، الله ان يديمها عليكم. الحمد لله، الشكر لله على هذا التوفيق. مشاهدين كرام لازلنا وياكم، وحتى ما ننسى اليوم 17 صفر وهي ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، تعزية خاصة إلى العالم الإسلامي، إلى مراجعنا العظام، لا سيما بقية الله في أرضه الحجة المهدي المنتظر عجل على فرجه الشريف، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. طه يجري ناخذ فاصل لأن إخواننا وزملائنا في مفترق الطرق في شبكة مراسي الأيام ينتظرون دورهم، فإلى هناك. الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بأربعينية الإمام الحسين، متشرفين كوادر قناة الأيام الفضائية بالاستمرار بنقل هذه الرسالة الأهم و
والهوية الوطنية العراقية الخالصة، الزيارة الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مستمرة التوافد الحشود والملايين من كل الجنسيات وكل دول العالم باتجاه كربلاء المقدسة. قبل لا نبدي لقاءاتنا بالأخوة الزوار وأصحاب المواكب، رسالة مهمة وإن شاء الله هي توصل. الرسالة لأخوتنا السواق، سواق النقل الخاص، الكيات، الكوسترات، السيارات، الصالون، هلا هلا بالزوار وهلا هلا بخطاركم. يعني الأحداث مستمرة والحوادث مستمرة يوميا، وهذه أمانة حملونا إياها الزوار أن نوصلها. لحد البارحة حادث بين بلد والدجيل راح ضحيته تقريبا أكثر من 20 زائر غير المصابين بالعشرات. هذه نقطة. النقطة الثانية، أصحاب الفتنة، بعض يحاول ينشر الفتنة بين الأخوة الزائرين ويستخدم ممكن وسائل التواصل الاجتماعي حتى يبث هذه الفتن ويأثر، وهم بالتأكيد أصحاب هذه الفتن ما راح يأثرون على صفو الزيارة. ولهذه الإجراءات خلية الإعلام الأمني أطلقت مجموعة من الهواتف، بحال أنه شاهدتوا يا زوار بعض هذه الحالات ممكن الاتصال بها، أكو ثلاث أرقام شغالة بهذا الموضوع اللي هي 497 الشرطة المجتمعية و130 المركز الوطني و104 النجدة. بحال أنه صارت مثل هذه الحالات وصادفتوا مثل هؤلاء الأشخاص اللي ما يمثلون أبداً الكرم العراقي والطيبة العراقية، يحاولون يثيرون هذه الفتن، ممكن الإبلاغ وراح تكون هناك تصرفات قانونية بحق هذه الشخصيات. اليوم اختارينا أن نبدي بهذه الأعمار باعتبار أن الأجيال القادمة إن شاء الله وزرع حب الإمام الحسين من قبل الأهالي بهذا الجيل الصاعد اللي متوجه إلى كربلاء المقدسة. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ مصطفى. مصطفى، مصطفى قبل لا نبدي جلس عندي قصيدة، سمعنا قصيدتك. ش اسمك؟ حش الشعبي شبيك بي حسين، مع موت اشتغل ما اشتغل طالب، لو تخرجت من معطف العباس من تزود سمك. ايه بعد سمك. ش اسمك هو بالبداية؟ اسمك حش الشعبي؟ لا، ش اسمك؟ حش الشعبي شبيك بي حسين، مع موت اشتغل ما اشتغل طالب، لو تخرجت من معطف العباس من الزمك. عفية بالبطل، عفية عفية بمصطفى، عفية. مصطفى انت وين رايح؟ رايح للمشايخ. وين المشايخ؟ بعدين وين توصل؟ وين تريد توصل؟ لكربلاء للإمام الحسين؟ زين، انت تعبان من هذا الطريق مصطفى؟ لا ما تعبان؟ زين، شنو تسوي؟ كنت هنا الشارع عندكم مرسم ترسمون؟ شنو تسوون؟ سولف لي. أول بداية هو كتاب. إي؟ جابوا لنا كتاب. زين. ونوب ابني ما راسمينه. إي. بعد ما راسمينه. زين، ورا ما ترسمون ايش ينطوكم؟ طن هدية. حلو، هدية حلوة؟ عافية بالبطل، عافية بالمصطفى، توصل بالسلامة إن شاء الله. عافية بمصطفى. أكو بعض المبادرات على طول طريق المشاية تخص هذه الأعمار، مواكب مخصصة مراسم للأطفال إنه يرسمون رسمات مخططة، وبعد ما يكمل الرسمة أكو هدايا مهمة هذه للأطفال بهذه الأعمار، ووحدة من المشاركات بهذه الأعمار. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ سلام. سلام. سلام، منين أنت جاية؟ للكربلاء. منين أجيتي؟ كركوك؟ لا. ها؟ بالكركوك. زين، انت ويا من اجيتي؟ ويا ماما بابا. انت وين رايحة؟ رايحة على كربلاء. على كربلاء. زين، انت تعبانة من هذا الطريق؟ مشي وحار؟ لا. ما تعبانة؟ لا. زين، شنو تقولي للإمام الحسين؟ شنو تريدين من عنده؟ ما أعرف. تريدين تنجحين؟ ايه. نجاح؟ ايه. تبي أصف؟ أول. أول؟ إيه. عافية بالشطورة حبيبتي، قبل الله إن شاء الله. يلا روح الماما، ماما تريد يلا. حياك الله. الله يحييك، يعطيك العافية. الله يحفظك. من وين إن شاء الله؟ أنا من النجف الأشرف. والله احكينا على هذه الأعمار اليوم المشاركة بالزيارة. والله هاي الأعمار هي تذكرنا بأطفال سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، حيث جرى عليهم مآسي في طريق كربلاء، وأنا اليوم تقصدت أمشي في وأنا اليوم تقصدت أمشي في نهار هذا اليوم والشمس المحرقة، لأتذكر ما جرى على سيدتي ومولاتي أم المصائب زينب عليها السلام، وفي هذا الطريق الوعير
وكان في طريق. كم سنة صار أنت شارك بهذه الزيارة؟ والله أنا هاي السنة قبل السقوط، يعني في أيام النظام البائد، لعنة الله على صدام وأعوانه. أي. أريدك تحكي لنا عن هذه الفترة، يعني هواي من المشاركين أعمارهم صغار، ما يدرون قبل 2003 شلون كانت تصير الزيارة، أريدك تسولف لنا عنها. والله هي هاي جتهم مثل المفاجأة. وبسم الله الرحمن الرحيم، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك يا أبا عبد الله. فهذا الشيء فطري يكون عند الكبير والصغير، فاحنا تعلمنا. كنتوا تقدرون تزورون بشكل طبيعي وتروحون للزياره بذاك الوقت؟ لا لا، احنا ما مو شكل طبيعي، كنا نطلع بالليل ونركض ركض بالطرق اللي الوعره، حيث كان طريق الحسين عليه السلام. شو كان يصير وياكم؟ شو يسوون؟ والله شفناها مثل ما هي فطرتنا، كنا نطلع قبل بالليل. أي. وكان يخلوننا سهم على شكل طابوق في الطريق، او على شكل شعل مال نار تدلينا على هذا الطريق. وكنا نركض، يعني نركض ركض هروله. اي، فعلى ما نوصل واكو شباب صغار يعني يجونا بالباسكلات يقولون لنا عمي من هذا الطريق، من هذا الطريق على طريق الزرقاء ورا مسجد السهله ونطلع. فكنا نوصل، يعني نوصل، يقول لك قطع، كنا نوصل يعني بالموت الاحمر مثل ما يقولون. والله موفقين، كان جميل، طريق حلو يعني. موفقين، الله يحفظك يعطيك العافيه ان شاء الله. عزيزي الله يحفظك. مصداقيتها في هذا البرنامج في الموسم الاربعينيه اللي تخدمون الزوار بشكل ب بازل كل ما لديكم من الغالي والرخيص اللي عندكم لخدمة الزوار. وبتعطي بركات وهي پیوندی که به شکل خاص به وجود آمده امروز جهان اسلام در بر گرفته. هذه العلاقة والترابط اللي صائر وصل أداءها إلى جميع العالم الإسلامية، مو فقط. ومبينين في دشمنان ما أسفين تجمعي بحراس عمدان، ونرى أن أعدائنا يعني يستوحشون من هذا الاجتماع ومن هذا الاتحاد اللي صار بين المسلمين والمذاهب المختلفة. شما میدونید که در کوتاه مدت جمع آوری و سازماندهی 20 میلیون زائر و به تعبیری سربازان مقدمات ظهور حضرت خیلی سخته. انتم ترون و تشاهدون حقیقتا ان جمع قریب من 20 میلیون نفر من أصحاب، بتعبيري أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وناصريه لمقدمة الظهور، أمر صعب جدا. أما نشان ميده که ما داريم يك كاري انجام ميدهيم كي مقدمه بري ظهور حضرت. ولكن اللي يحدث في الميدان في الأرض يؤكد لنا أن هناك يات أحداث سيحدث عن قريب، وفي الحال نشاهد حدوثها في المستقبل القريب إن شاء الله سوف نشاهد بعض الأحداث مقدمة للظهور إن شاء الله. فإن شاء الله دعونا من بحثي نوراني وأنتك حاجیت قلبی ما و همه اصحاب مواکب و عالم اسلام. و انشاءالله سنرا عن قریب و ندرک تلک الایام التي انتظرها طوال حیاتنا، ایام الظهور المبارک. موضوعی که بخوام از دوستان و فرماندهان عزیز که از مجاهدین و فرماندهان عزیز قدیم سپاه بعض و بخشوی مختلف حضور دارن و بیشتر استفاده کنیم. خیلی کوتاه بنده بخوام که خیلی مقدمی گفته باشم به موضوع قرارداد و
بیشتر مایلم که وقت در اختیار عزیزان بذارم و استفاده کنیم از بیانات ایشان و خاطراتشان و معلومات مختلف. اما پیام دوم این جلسه را عرض کنم خدمت شما. من اجازه بدهید لأجل مراعاة الوقت و اريد ان نستفيد اكثر من كلمات ضيوفنا الكرام من القادة والعلماء اللي حاضرون في المجلس. انا اختصر بالكلمة فقط. موضوع دوم ما عامل پیام مقام معظم رهبری و تشکر خاص ایشان از مردم عراق بابت میزبانیشان از زائرین اربعین آسیه است. نحن اليوم نحمل كلمة سماحة الإمام القائد سيد الخامنئي شكرا لشعب العراق والمواكب اللي الذين يخدمون زوار أبا عبد الله الحسين. كلامه وشكره وسلامه لكم ولكل شعب العراق العظيم. إن شاء الله بعد أيام أربعين نشست أربعيني أصحاب مواكب قام مقام معظم رهبری که سالانه انجام میشه و امسال یکم با تأخیر انجام شد، انشاءالله پیگیری میشه و انجام خواهد شد. انشاءالله سنتابع الاحتفال والاجتماع العظيم اللي يكرر سنويا في مع حضور الامام القائد في طهران مع المواكب العراقية. إن شاء الله سنتابع حتى يقام هذه السنة ولو ممكن بعد بتأخير قليل. وبهم الجهاد ما نقول دفتر مقام معظم رهبري للتجديد انتخاب كرد. ولهذا السبب انتخبنا هذا المكان المحترم مكتب سماحة الإمام القائد حتى نواصل هذا الكلام لكم. تشکر میکنم از حضور شما تک تک خادمین امام حسین و اصحاب مواکب. اشکر فردن فردن منکم که خدام لزوار زوار ابا عبدالله حسین. تشکر میکنم از روحانیت معظم. اشکر من حضور العلماء الكرام حاضرون في المجلس. تشکر میکنم از فرماندهان فصائل. و اشکر من قادة محور المقاومة. و درود بیفرستم به روح پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس. سلامی الى شهید قاسم سلیمانی قادة الناس شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و شهید گمنام و مظلوم شهید حاج حمید طبری. و سلامی الى شهید المظلوم الذي ممكن كثير من الناس ما يعرفون اسمه شهيد تقوي المعروف بأبو مريم. كامروز أمنية زوار أربعين بيوم زحمات الشهداء محور مقاومت شهداء عراق فبدر رأس فرماندهي شهيد حاج قاسم سليماني. ولا شك أن الأمن والأمان اللي اليوم عندنا في العراق وخاصة في موسم الأربعين بركة جهود قادة الناس وشهداء محور المقاومة. أسود برش متلبة توفيق وسلامات وصحة وعافية دارم و أسود مخوام كه این اخوت برادری و بدتی که بین دو کشور ایران عراق سالهاست به برکت وجودی امام حسین شکل گرفته شده روز افزون کنه و شما رو برای ما حفظ کنه و تشکر میکنم از مسئول محترم دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در نجف جناب حاجی حسینی و در کربلا جناب حاجی نجار. و نسأل و اسأل من الله لكم الصحة والعافية وطول العمر و اشكر شكر خاص ل سماحة الشيخ الحسيني مسؤول مكتب الإمام الخامنئي في نجف الأشرف، سماحة الشيخ النجار مسؤول عن مكتب الإمام الخامنئي في كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم وبوركتم لهذه الكلمات الطيبات، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بخدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أكرر الترحيب بكل من وصل وحضر معنا هنا من قادة ومجاهدين وفرسان وأعلام وشجعان، وأكرر الترحيب أيضا بأرواح الشهداء التي حلت في هذا المكان المبارك، والترحيب خاص وعام لكل من حضر، وخاص لجناب المجاهد الكبير الحاج أبو حسام السهلاني المعاون التنفيذي لمنظمة بدر الظافرة. أكرر الترحيب لكم وبكم وحياكم الله. أقول يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا لكم محل أنعم به من مقدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لكل البدور أفول، وكل بدر يصير هلالا ثم غيهبا فيغيب، إلا بدر الظافر بزغت ولن تأفل أبدا. ما تشائين فاعصفي يا رياح، لا يخاف السقوط هذا الجناح. إن صوت بدر ما كان يوما غير ما أنبأت به الألواح. يملأ السماء والأرض دويا كلما أطبقت عليه الجراح. تستباح الدنا جميعها وتهوي، ونفوس الكبار لا تستباح. الكلمة الآن كلمة المناسبة لمسؤول المكتب الجماهيري لمنظمة بدر الظافر الحاج أبو عقيل الكاظمي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة، وعظم الله لكم الأجر بمصابنا بالإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، وذكرى استشهاده في هذه الأيام المباركة زيارة الأربعين، وما زلنا مستمرين في طريق الإمام الحسين من بغداد. وهذا الجمع الغفير، أهالي بغداد يعني انطلقوا من قبل أيام، كل من على هواه في الأيام اللي اختارها مع التوفيقات مع أيام الدوام وغيرها، وإن شاء ما شاء الله دا أشوف الطريق بازدياد هذه الأعداد، الخدمة الموجودة متوفر كل شيء ما شاء الله بهذا الطريق المبارك. دا أحس بالروحية الموجودة ما شاء الله عليهم، الخدمة ماكو أي معاناة، الكل يسهل الأمور، سواء قوات أمنية، المفارز الطبية الموجودة على طول الطريق، فنلاحظ هذا الشيء ما شاء الله ببركات الإمام الحسين عليه السلام. هسه خلي نشوف الزوار إلى أحد يحب يتكلم بتعزية بمشاعره أكيد بالخطوات اللي بداها، كيف بدأت هذه الخطوات. إحنا أكيد مع الزوار. السلام عليكم. السلام عليكم يابا، تفضلي هنا. السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر، مأجورين هنا بدون زحمة عليكم. إحنا طالعين جو. لا يصير، أنا أخوتك كلهم إعلاميين. السلام عليكم. السلام عليكم. شو وقت نبدي؟ مأجورين، إحنا طالعين جو. عظم الله لكم الأجر. شلون الخدمة وياكم؟ شلون الخدمة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم. وشكرا أولا لقناتكم، هاي القناة الموقرة اللي دائما تنقل الحقيقة، فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب. احكي لنا على الخدمة اليوم، الخادم تعبان لو ما تعبان؟ والله يعني أولا خدمة الحسين، احنا تمر علينا اعياد، فمن ننتظر الاعياد؟ ننتظر ايش وقت يعني يجي شهر محرم حتى نخدم الزوار. وكما تعرفون انتم الزوار مو فد العراق، من كل الدول العربيه الزوار يجون. فهذا الموكب يعني وجد هذا الموكب، وكل المواكب اللي تمتد يعني من 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 الشرق الى الغرب كلها بخدمه الزوار. فالزائر من يجي هنا من اي مكان، إذا كان من العراق أو خارج العراق، فموكب المواكب وجدت خدمته. أولاً أكو منام، أكو طعام، يعني كل شيء متوفر بالمواكب، شو اللي يحتاج الزار كله موجود عندنا هنا. إن شاء الله تروحون مشي، إحنا نكمل الموكب
ونخدم الزوار ويبقى اخر زائرنا يعني خدمه ونفلش الموكب مالنا ونطلع نروح الكبله، هم نخدم كبله هم نزور يعني وهم نخدم الزوار. صار لك كم سنه تمشي؟ واحنا صغار اختي العزيزتي، واحنا صغار يعني احنا وابائنا واجدادنا يعني بزمن الطاغيه صدام؟ نعم مشينا وتعرضنا الى هواي امور. يعني تعرضنا لحقونا النظام السابق القديم وعبرنا البساتين وعبرنا ووصلنا مراحل والحمد لله والشكر. باقين ومستمرين الى ظهور القرن. باقين والى الابد. باقين رحم الله والديك. هذا هو طريق الحسين. ومن هنا وهذا طريق الحسين انادي باعلى صوتي لبيك يا حسين. بيك يا ابا عبد الله، السلام عليكم. اهلا ومرحبا. شلون الخدمه؟ شلون الخدمه؟ فما تعباني من لا يا ابد. تمام امورك؟ نحكيها. مجهود ان شاء الله. ان شاء الله موكبكم عامر جهودكم هذه. تفضلوا منو يحب يقول تعزيه مشاركه عنده؟ احنا بابنا اكيد مفتوح لكم ولكل الخدمه، تفضل. ان شاء الله احنا بس فد كلام اخير. يعني امانه الله ورسوله يقول الاعلام هو 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 الصورة الحقيقية. أنا الباحد أشاهد على التلفاز فأقلب على الفيسبوك فشفت رجل عماني يقول دا أفتر بالأزقاني يقول دا أباوع يقول ليش نقول الصورة يعني الغير حقيقية لهذا البلد. هذا البلد ترى بلد العراق ترى بلد طيب بلد يعني صاحب كرم وصاحب خير من الله الحمد لله وشكر. يقول تنقل الصورة ليش صورة مو حقيقية. فيقول دباوع يقول والله يشربون بينا بالبيوت تعال يمنا زاير تعال تفضل يمنا. يقول الاكل خير من الله والمناب خير. يقول انا اجي وياي يقول ما امد ايدي على جيبه اصرف اني فكل من العالم هاي ان شاء الله كل شيء واضح. السلام عليكم. حبيبي اختي العزيزه الله يحفظكم اكيد هذا واجبنا. تفضلوا. السلام عليكم يا ابي. تفضل هنا يا ابي ماجورين ان شاء الله. السلام عليكم. هذه المناسبه وهي 40 الامام الحسين عليه السلام ما تخص طائفه معينه او مذهب معين وإنما صوص العالم كله، لأنه الحسين عليه السلام ضحى بعائلته وبأطفاله وبكل ما يجود به بالنفس. ومناسبة الأربعين قاعد تجمع من كل شتى العراق. هاي واحد بشكل خاص، وأما بشكل عام كل دول العالم قاعد تشارك ونشوفها بالفيديوهات والمناظر اللي نشوفها في الشيء يعني افتخر به الواحد. في الشيء يعني احنا مثل ما يقول كمسلمين بالبداية عرفتي؟ ومن شيعة الإمام علي عليه السلام ومن محبي الإمام الحسين عليه السلام هذا شيء يرفع الرأس. وكل واحد يفترض من المسؤولين يشوف هاي الحشود وهاي الفقراء اللي تبذل الغالي والنفيس يجي داين في سبيل يصرف لأبو عبد الله خلي أخذهم من عندنا مثل ما نقول فت قدوة صغيرة من عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. ما تعبان طريق ما تعبان تفضل ماما. السلام عليكم. ان شاء الله ما حد تعبان من الطريق اكيد احنا نشاهد الزوار من كل مكان جايين وبهذه الهمه اكيد مختلف الزوار جايين وعدهم كل واحد وفكره فد موضوع معين سواء كان اي سالفه تنحل بطريق الامام الحسين. انت بس انوي واخدم وتوكل على الله سبحانه وتعالى. واليوم مثل ما يقول الشاعر كل من خالي بداره فهو اكيد بالزياره. اكيد احنا مستمرين وياكم. السلام عليكم. حسين. حسين شنو انت هنا عندكم موكب تخدم؟ ايه. شو تقدم خدمه؟ شو تقول؟ ابي مي. شو تقول؟ انت عم خادم موكب؟ ايه. شنو اسمك؟ سجاد. سجاد صار لك كم يوم هنا بالخدمه؟ ظلي؟ ايه. تقريبا 3 ايام. 3 ايام صار هنا؟ 3 ايام. 3 ايام. خو ما تعبان؟ لا لا. تعال شنو اسمك؟ ها؟ شنو فيه؟ حسين عندكم موكب هنا؟ ايه. ايه. شلون الخدمة؟ وما تعبان؟ السلام عليكم. تفضل هنا يمي. هذه الشيبة المباركة. مأجورين إن شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم. الله يسلمكم. الله يحفظكم. مأجورين إن شاء الله. الله يحفظكم ويسلمكم. عظم الله لكم الأجور. عرف عليك أنت الشاي هنا جاي؟ لا احنا مواكب هنا نخدم. إي نعم. إي نعم. نعم نعم مواكبنا ربعنا منطقة تاكلة مواكب منطقة. ما تعبانين من الخدمة؟ لا لا ماكو تعب. هو يقولون الأجر على قد المشقة. أبو عبد الله إيش ما تتعب له تحصل الأجر بعد. ايه. شلون كانت بداياتكم بالمواكب؟ والله هي بدايات يعني بدايات ورا سقوط النظام يعني بدايات بدائية مثل ما نقول وشوية شوية بسيطة بسيطة أكيد وشوية شوية تطورت. نعم. وشوية شوية قامت الناس تطلع أزيد وهي خيرات بركات أبو عبد الله يعني هي من البصرة الكربلة ومن ديال الكربلة ومن أم الكركوك وناس تجي من الموصل وخيرات أبو عبد الله. احنا نشوف الزاير مدلل كل شيء موفرين اكيد 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 مدلل يا زاير عبد الله اكيد مدلل اكيد اكيد
اكيد مدلل. اشياء طلبوها منكم، مواقف صارت وياكم؟ لا ماكو اي مواقف، يعني هو كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء متوفر يعني، هو مدلل، زين مدلل. الحمد لله. راح تروح مشايه؟ ان شاء الله. صار لك كم سنه تمشي؟ انا كنت امشي من الديوانيه الكربلاء يعني تقريبا ازيد من هالمسافه. اي ومن هنا صار تقريبا فتره ببغداد يعني يوم ثلاث ايام هيك ونوصل كربلاء ان شاء الله. بعد ما تخلصون الخدمه من نايف؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هي باشر تقريبا يعني تفرض شوي ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم، موفقين ان شاء الله، موفقين. الله يحفظكم، الله يحفظكم. اكيد مستمرين وياكم احبه المشاهدين. زوارنا المختلف انا دا اشوف ايضا مختلف الجنسيات دا تفوت، يعني للبعض يمكن جاي زائر من الكاظميه. السلام عليكم اخوان، تفضلوا. السلام عليكم، اهلا بكم. اكيد احنا مستمرين وياكم، تفضلوا. شلونك؟ انت حكيت وياك سجاد، تعالوا تعرفون موكبي ناني؟ انت تعرفين اسمي؟ تعال، انت لابس شنو خدمتك هنا؟ شو هنا عندنا عصاير احنا خمس انواع برتقال وليمون وبلنجو ورمان وعندنا لبن والحمد لله هنا أنا كباب وموكب بيتهم. ايش قد تحضروها من الصبح العصر؟ اي البارحه يا عشان ما اقول بوجهكم ذبحنا حولي وهسه جهزنا قدام الشاي جاي شوفونا ثلج وان شاء الله هسه راح نوزع للزوار وخير وبركه هذول كلهم على راسنا احنا نخليهم ومن نخلص ان شاء الله راح نطلع الكربله همين عندنا احنا موكب هنا ناكب كربله يعني خدام احنا لهم يستاهلون لاني ما نفس ما الله وديش نفس ما ضحى بروحه على مود الحاق احنا همين ليش يعني احنا دائما لازم شو نسوي ندفع نفس الامام الحسين على الحق مو على الباطل. احسنت، بارك الله بك وان شاء الله هتبقى على هذا الطريق. احبتي المشاهدين ناخذ فاصل ونكمل وياكم. مستمرين في تغطيتنا من طريق يا حسين ومن داخل المواكب اللي تقدم خدماتها للزائرين المتوافدين الى كربلاء المقدسه من مختلف المنافذ الاحدوديه. اخر الاحصاءات تشير الى ان اعداد الزائرين الوافدين تجاوزت الاربع ملايين. منفذ زرباطه يعتبر هو المنفذ الاول في اعداد الداخلين بتقريبا تجاوز المليونين حسب الاحصاءات اللي هي بتحديد مستمر. المواكب اللي تقدم الخدمات المختلفه للزائرين تنوعت بخدماتها، مره مواكب تقدم الاكل والشرب، مره مواكب تقدم وسائل الراحه، اكو مواكب مختصه بالاعمار الصغار الاطفال بالمراسم والالعاب وغيرها من التفاصيل المشجعه والمحفزه للاطفال بهذا العمر والسائرين على طريق الامام الحسين. واحد من المواكب اللي احنا متواجدين به حاليا موكب السيده نرجس اللي يقدم مختلف انواع الخدمات ومن ضمنها الكعك. قواهم الله شباب، حياكم الله. موكبكم حاليا شنو اللي يقدم؟ اشوفكم تشتغلون بالكعك. حاليا نقدم كعك سمسم، احنا كل شيء نقدم للزوار وخدمه الامام الحسين. الحمد لله والشكر كل شيء متوفر للخدمه للزوار من مي وعصير كعك فطار وتمن وقيمه يعني وهاي الامور. اكو تنوع بالوجبات؟ اي هواي تنوع الحمد لله. هذا الكعك يوميا تسووه؟ هذا بشكل يومي الكعك نسويه ونضيف له بعد فطائر وصمون. اي يتقبل ان شاء الله. شلون التعب؟ حبيبي ماكو تعب لابو فاضل، ماكو ابد ماكو تعب. نريد الزوار يستريحون يمنا واحنا بخدمتهم. هذا كله اللي نحس يعني. معدل انتم كم واحد تشتغلون هذا الشغل باليوم؟ يعني على الفرن وياخذ يجرد يشتغل ما نقول لاحد ما نعين احد احنا واحنا هنا مختصين احمد الفران والولد وياه واحنا مساعدين لهم. الزوار على 24 ساعة موجودين، هذا ماكو تعب عليكم؟ لا ماكو اي تعب، ماكو اي تعب والله. اصلا امتانيها يوم ورا يوم والله. احنا 10 ايام بين تعب شنو اللي يبقى ببالك من هذه الزياره دائما بين سنه وسنه؟ احلى ذكرى والله، احلى ذكرى. خدمه هاي ما تنسى، كل شيء ينسى بس الايام ما ينسى والله. تقبل الله قواك الله. والله حيلك، تقبل اعمالك ان شاء الله. رحم الله والديك، الله يسلمك. شغلك هم بالكعك؟ اي والله كم كعك، يعني ايام كعك ريوق يعني بيض ايش يعني اللي نقدر نقدمه. انتم
هنا متعاونين موكب السيدة نرجس، يعني مو كل واحد باختصاص محدد. لا كلها تتعاون، كلها تتعاون، يعني كل من على شغله، مرات الصبح على الريوق كلها تطلع على الريوق، الغداء كلها تطلع على الغداء، يعني مرات كعك العشاء هنقدر عايش. خدمة في سبيل الإمام الحسين شلون توصفها؟ والله ما تنوصف، يعني ماكو شيء انه ينوصف يوصفها لهذا الشيء. الحمد لله والشكر. الله يتقبل منكم ان شاء الله. الله يوديك الله يتقبل. هو هنا ابو الصنعه مثل ما نقول احمد الفران، قواك الله. حبيبي والله حياك الله يحفظك. يوميا ايش كم كيس طحين تقريبا هذا الكعك؟ دائما نستعمل كعك سمسم. زين. ووجبه العشاء فطائر وبيتزا. وبعدين وراها صمور ريوق. ايش كم صينيه هاي باليوم تجهزون؟ خير من الله. قد بينا حال ان شاء الله ان شاء الله. عمالك شلونهم؟ لا نعم خير من الله. ما يقولون لا الناس اليوم جايه على حب الحسين. الله موفقين ان شاء الله. الله يتقبل. نعم مشاهدينا الكرام مثل ما نتابع الخدمات متنوعه مثل ما ذكرنا، هذا كعك ذكرون من اخوه الفطائر يقدموها بشكل مستمر للزوار بالاضافه للمشروبات، كل هذا في سبيل خدمه الزائر في طريق الامام الحسين، هذا الطريق المستمر والمتواصل من كل المحافظات وكل البلدان إلى كربلاء المقدسة. طبعا هنا بهذا الموكب أكو أخوة أصحاب اختصاص ببعض الأكلات، حياك الله. تفضل يمنا. تفضل تفضل تفضل. قالوا أنت أبو الهريسة، تعال يمنا تعال يمنا. حياك الله. أنا بيخوي الله يسلمك. خدمة بالإمام الحسين، خدمة في سبيل الإمام الحسين، كل هذه الخدمات شفنا القيمة، شفنا التمن، ذكرونا الأخوة الهريسة، غيرها من التعب، هذا شلون تشوف؟ والله كلها خدمة قليلة بحق الإمام الحسين. إحنا إيش قد ما نقدم الخدمة نحسها قليلة بحق الإمام الحسين سلام الله عليه. زين. شخصياً هذه الخدمة شضافت لك، خدمة الإمام الحسين. شرف. شرف، سنة عن سنة تزيدني شرف. وسنة عن سنة تزيدني أخلاق وشرف. زين. سنة عن سنة أنت مستمر بهاي الخدمة؟ نعم. سنة عن سنة مستمرين بهالخدمة. احنا وكل الكوادر اللي وياهم، كل الكوادر مختصر كل عمل عندنا احنا. نفس الشباب نفس المجموعة اللي اكو بيزيدون؟ والله سنة عن سنة يزداد العدد. يزداد العدد سنة عن سنة يزداد. زين. طريق الزائري نشوف السنة اكو اعداد بالتزايد؟ والله السنة اعداد ضخمة. والله اعداد ضخمة. تختلف. القوات الامنية مقصرين صراحة امانة الله. رسول القوات الامنية مقصرين محافظين على امانة الطريق. صورة عامة خصوصا طريق مالتنا طريق نجف بغداد. الاحتياجات الأساسية بموكبكم المي الثلج الكهرباء هاي شلون جاي توفروها؟ كلها متوفرة، عندنا نقليات آلات، عندنا سيارات تنقل الغراض من مكان إلى مكان، جبنا للموكب المعنى. التعاون بينكم كأصحاب مواكب شلون؟ إخوان احنا بعد بيناتنا. إخوان بحب الحسين؟ أكيد. شيء ما ينوصف. والتسليم من رب العالمين. زين الحمد لله والشكر. شنو طلبك من الإمام الحسين؟ شنو اللي يطلبه أنت شخصيا؟ والله استحى طلب الإمام الحسين. والله أنا مقصر وياه، شو أطلب منه؟ أنا إيش قد ما عندي حلو طاقة وعمر أخدمه. والله مو أنه مطلب مني. مقصرين وياه. أي بالقرآن الكريم. إيش قد ما نخدم الإمام الحسين مقصر مني. مقصرين بحقه. زين. الله يوفقك إن شاء الله. الله يعزك حبيبي وأعمالك إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام مستمرين في تغطيتنا في المواكب الحسينية، أعداد الزائرين مثل ما ذكر الأخ أنه هي بتزايد. وبحساب بسيط لأعداد الزائرين. إذا نشوف بعام 2017 إذا راجع أعداد الزائرين، أعداد الزائرين تقريبا 11 مليون أو 12 مليون. بالسنة الحالية أو السنة الماضية وصلت أعداد الزائرين إلى أكثر من 21 مليون، بزيادة 10 مليون بهذه المدة الزمنية القصيرة. وهذه السنة بعدها الإحصائية الرسمية ما صادرة، أعتقد الأعداد راح تتجاوز ممكن 23 و 24 مليون قياسا بدنا نشوفه خلال هذا الأسبوع الماضي. ما شاء الله الأعداد هواية وموجودين ومتزايدين يوم بعد يوم على طول هذا الطريق وطول خط المحافظة. قواك الله. شو اسمك؟ أبو الفضل. أبو الفضل الله يحفظك إن شاء الله. وأبو الفضل خدمة الإمام الحسين إيش تعني لك أنت؟ هو أشياء مثلا يعني عندك هو من يعني نخدم هي. يعني نسوي كعك ونطبخ نوزع. أنت إيش قد صار لك تخدم هذا الموضوع؟ بهاي المنطقة بعمود 712 هاي أول سنة، ب 500 سنتين والثالثة شلنا بيها. حلو. وعندك خدمنا بالكرادة بالجادرية، وخدمنا هم بالجادرية بموسى بن جعفر. زين ما تتعب من هاي الخدمة أنت الحال؟ لا أنا ضل قاعد يومين، الأبوات ضل قاعد 3 أيام، والطبخ هاي
وتوزيع اوف وما راح انام يعني اتعب. زين تتعب؟ ايه. هسه انت صار لك ايش قد ما نايم؟ يوم واحد. صار لك يوم واحد. هسه تعبان راح تروح تنام لو تكمل؟ لا اكمل. تكمل. ايه اوزع حريصه الله. اوزع حريصه الله تروح. اكو وياك اعمار بقدك بهذا الموكب وباقي المواكب؟ ايه اكو بقدي واكو اكبر من عدي واصغر من عدي. زين شنو طلبك من الامام الحسين؟ ما عندي طلب. بس انه تخدم تريد؟ ايه بس اخدم. الله يتقبل ان شاء الله حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام مثل ما اشوف هذه الاعمار موجوده ومستمره رغم كل الحملات والقصف الفكري على هذه الاعمار بمختلف الوسائل، الى ان الثبات على طريق الامام الحسين موجود، بذره الامام الحسين موجوده بهذه الاعمار، والاعمار الاصغر موجوده بهذا الطريق طريق يا حسين. مستمرين شبكه مراسلي قناه الايام الفضائيه انتقاله الى الزميل ظفر علي من مكان اخر حتى ينقل لكم الرساله ان شاء الله بصوره كامله. طبعا مكملين وكل التحيه للزميل عباس رشيد اللي حقيقه نقل هذه الصوره العظيمه للزياره الاربعينيه. الان احنا في طريق لبيك يا حسين، الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسه. اليوم الاعداد ايضا كبيره جدا، اللي حقيقه وصول مثل ما قلت من امس واول امس الى مواكب المحافظات الجنوبيه خاصه البصره، ميسان، ذي قار، الديوانيه، وايضا ميسان. بما ذكرنا ميسان عندنا حاجه عراقيه من محافظه ميسان منتظره انه ابدي بالمباشر تقريبا نص ساعه وما كملت في الزوار، قالت اريد اسوي لقاء مع قناه الايام الفضائيه. شلونك حجي؟ يا عين الحمد لله وشكرا. اخبارك؟ اسلم على ابو عبد الله. ايه جبت الدرب كله ابكي. ليش تبكي؟ ابكي على زينب. ايه. على الحسين. ايه. اي والله. يعني انت رايحه تواسين السيده زينب؟ اي والله السيده زينب. شلون شعورك اذا انت موجوده بواقعه الطف؟ ايش راح تسوين وياها؟ شلون تواسيها؟ اي والله واسيها. اي. اما وتروح قبلهم. قبلهم؟ اي قبلهم. انت عيني يا ابو عبد الله والله. انت من وين؟ من ميسان؟ انا بالعماره بالشقق. اي والله. شلونها ميسان؟ الحمد لله. يقول لك هالسنه فرغت ميسان كلها جت للزياره. اي كلها جت للزياره. اي والله ندعي ربنا للمظلومين، للعراق هذا المظلوم. اي والله شري. نعم. الله يهدي القلوب، ايش اسوي؟ الحمد لله والشكر. اي والله. والهاي والله. اريد موضوع انه اتكلم وياك، انت قلت عندك ابن شهيد. اثنين عندي. اثنين، وين استشهدوا وشلون؟ والله واحد بصدام وواحد بفلوجه رد بجاسته. بالحشد لو بالجيش؟ اي منو؟ دا شرطه اتحاديه. الشرطه الاتحاديه؟ اي متعين. استشهد ويا مال داعش؟ اي الله يرحمه. الله يرحمه. والله ترحم لك. حسيتي نفسك من اجاك الخبر؟ بطل والله بطل. قاعد وانا واقفه على راسي اقول والله يريد الله يشبعني شوف وياه. عدالي على البنيه الغرقانه وجاي من الفتح الريج خلقه. قاعد اي واشوف الريج خلقه ثرى ومنقول. اي والله طلع باللي ما باسني، قال خاف اموت كظن خاف انا ما باسني وراح. اي والله وراح بالعيد. حجي اليوم اول ما وصلش خبر استشهاد ابنك الله يرحمه، اي حسيتي بواقعه الطاف؟ ذكرتي زينب؟ حسيت. حسيت. لا الحمد لله والشكر. اها والله شو اسوي؟ يعني من استشهد حمدتي الله. انت متول تراب الحسين، احنا خير من الحسين؟ انا من يقول ابني ينفعني؟ الحسين ينفعني. اي والله درتي ابنك لتراب الحسين. اي والله وداعت هاي كون ما اوصل الى ام كذبه يا رب ربي يحفظك. اي والله والله الحمد لله. وينهم يا نافعني؟ وينهم؟ ما نسى شنو كلهم فدوى الحسين. اها والله انا وياهم وكلهم انا للحسين اريدهم. اي والله. حجيه قلتي لي انت عدت شعر الامام الحسين، خلينا نسمع. اي يلا. لا انا ما بالبيت وتجيني طياف من زينب. اي انا عندي نور، انا عندي الحمد لله والشكر. اي اي اقول يا ريت كشكون الهوى يوديني خاف اموت وما اشوف حسي. يا ريت كشكون الهوى يوديني خاف اموت وما اشوف حسي. يا ريت كشكون الهوى يوديني على عناد المضغوطين يمه. ها هذا ابو عبد الله يمه على عنادهم. اي والله حتى لو يحترق البيت لو ما ادري شنو، حتى لو ميت انا اجي. ايوه علي مو توني اني انت هناك تقرين للامام الحسين. انا قلت لهم اني قلت لهم انا متى تحطون علي تفر على هذا الاطلام. اهلك خافوا عليك؟ قالوا لك ما خافوا علي. انا مطيزتهم يعني ما يقبلون والله والنعم ما يقبلون الزياره. ايه. مطيزتهم. اي يعني انت ما ردتيهم وتتردين تروحين. عباس وهذا الحسين علي يكون ما اوصل مطيزتهم. ايه. وانا يعني حتى جهاد صغار. ربي يخليك ربي يحفظك.
وطان كرامه وطان خير وعافيه. ربي يخليك نسالك الدعاء. نصرنا على العدوان. لا عد حمى بخير ولا عد ابن كل شيء ماكو ولا عد اخو بخير. الحمد لله. كل شيء ما هو الحسيني داعي. ربي يخليك ممنون منك حجيه فدوى لعمرك الله يخليك. هذا اليوم الفطرة السليمة لحقيقة لمحبة الإمام الحسين من محافظة ميسان العزيزة. طبعا أحب المشاهدين قبل يوم صورت شخص من الكفل، فهذا الشخص قلت له ها حجية الله يخليك فدوى لعمرك تفضل هنا. فيوم من الأيام طلب قلت له أنتوا أهل الكفل أهل التين ما شاء الله نائم ورا 48 ساعة كان يوصل هذا الموضوع ووصل ملتين الى الكادر، كادر قناة الايام الفضائية. شلونك؟ صحتك شلونها؟ السلام عليكم. بارك ان شاء الله بشلونك. الله يسلمك ويعطيك العافية. من وين؟ انا من الكفل. انت من الكفل؟ شنو زوار لو خدم؟ لا خدم. خدم وين مواكبكم؟ وكبنا عمو 200 وستين بس جيت المفرزة. او ماكو شيء؟ لا ان شاء الله تخربطات هاي. يا الله. شو تقدمون المواكب؟ اول شيء اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعز مولانا صاحب العصر والزمان، نعز فاطمة الزهراء وأهل البيت جميعا بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام. احنا الله أنعم علينا بالحسين. الله أعطانا الحسين على نعمة على العراقيين وعلى جميع الشيعة. احنا شوف هسه الخدمة كل شيء عزيز عندهم يرخص للزوار. العزيز هو ابو الحلال يطلع حلاله، وابو الزرع يعطي زرعه، وابو القاع يعني وابو المضيف مفتوح والحسينيه مفتوحه وخير من الله. نعم. انا اريد اسال سؤال، اكثر الخدمه اليوم شفتهم ضايجين لان قربت النهايه، لان مقهورين يريدون نطول اكثر. والله شوف هي ايام الوداع. الخدام كلها الله كلها وقت النهايه اللي يبكي يعني شيء رايح من عد عظيم. كم مره باكي بهذا الموقف؟ والله هواي يعني اكثر الايام احنا من نقرب زياره احنا قاضيها بواتي. لا والله. والله هاي الخدمه ما تعوض. ناس خدمه الحسين، علاقات الحسين تختلف، الناس تجينا من الناصريه من العماره من ايران، كلها علاقات الحسين تحس بها طعم غير طعم. كلها مجموعين على كلمه واحده. اي بالله تحس يعني كلها اهل، كلها واحد. شو تطلب من الامام الحسين؟ والله اطلب من الامام الحسين يكون يحفظ العراق والامان بالعراق. ويحفظ هاي المشايه كلها ويرجع لها اهلها سالمين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الله هذا ابنك الله يحفظه. هذه اليدي. ايه والله تعلمه من هسه على هسه. شلون لو نعلمه شلون الدرب العظيم. احسن درب هذا، احسن درب وتوفيق. الله ممنون ممنون. الله يسلمك. طبعا احبتي المشاهدين، هذا اليوم الفطره السليمه، اليوم اللي حقيقه من مختلف المدن العراقيه من مختلف المحافظات العراقيه. اليوم الجو بالشوارع العراقية مو فقط كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف أو حتى المحافظات العراقية، اليوم اسم الإمام الحسين هو اللي مستمر حقيقة وموجود اليوم بتعظيم هذه الشعائر العظيمة. طبعا أحد الزائر السلام عليكم، شلونك؟ إيران؟ إيراني إيراني إيران. من وين؟ من إيران. طهران قم مشهد. نمنع على بنمنع بلنسان. مشهد الرزاق. مشهد الرزاق. اهلا وسهلا. مشهد الرزاق. خدمات زين. مشهد. شكرا. خدمات من التي عراق. افضل خير. رازي رازي. شكرا شكرا شكرا. هذه بركات الامام. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك. طبعا احبه المشاهدين، التقينا ويا بعض الزائرين اللي حقيقه المشاعر عظيمه جدا ومتشابهه مع كل الزائرين المتوجهين بقلب صافي ونيه صافيه الى قبله وكعبة الأحرار الإمام الحسين. أحبة المشاهدين، الآن ننتقل إلى أذان المغرب وبعد صلاة المغرب إن شاء الله راجعين. الله
أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله وقوته. الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ولي العافية. الله أكبر. بسم الله وبالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي.
قد قامت الصلاة صاروا الصفوف يرحمكم الله. الصلاة بإمامة سماحة السيد أحمد الأشكوري. الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله وقوته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ما لك علاقة السيد قال. الله أكبر. بسم الله وبالله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على حب الإمام الحسين الثانية إلى أموات شيعة أمير المؤمنين وإلى الحاضرين وإلى أرواح الشهداء رحم الله من يهدي لهم ثواب قراءة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وزوار الحسين في هذا اليوم المبارك من محافظة البصرة الشلامشة. ما زلنا وإياكم مستمرين، وهذه التغطية المباشرة الحية لزوار أبي عبد الله الحسين الزاحفين والماشين على الأقدام من عموم محافظات العراق إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة، كربلاء الصمود، حيث مرقد الإمام الحسين عليه السلام. شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية مستمرة بخدمتكم عبر هذه الشاشات المتنقلة وهذه الكاميرات المتنقلة في كل مكان، نرصد لكم هذه الحركة المليونية المباركة والحسينية. السلام عليكم. السلام عليكم، كل سنة وشي. إن شاء الله ماجورين. الحمد لله. شما أسكو جاي؟ ما أز إسبان تشبول. شو كاري إن جاي؟ ما خادم زوار، خادم زوار إمام حسين. شما موكب داري؟ بله، ما موكبه از بچهای زهادی اصفهان اومدیم، یه موچه با موچه هشت شعبی با هم زدیم، چند روز داریم شربت میدیم، تقریبا 155,000 تا شربت، لیوان شربت میخوایم خدمت این زوار بدیم. سلامت خیلی ممنون. من اصفهان صار اكثر من يوم لخدمه الزوار، جاء او من جمهوريه الاسلاميه الايرانيه لخدمه الزوار ويعطونهم العصائر المبرده. و ان شاء الله كم يوم صار لكم؟ كم روز جاي؟ ما الان 10 روز اینجا ام تا جمعه رم هستیم، تا جمعه رم ان شاء الله هستیم خدمت زوار. سلامت باشی ان شاء الله. سلامت باشی ان شاء الله. امام حسین قبول کنه همه را این کار را، ان شاء الله يتقبل منا ومنكم. سلامت باشی ان شاء الله. سلامت باشی. السلام عليكم شيخنا الجليل، عظم الله لك الاجر ان شاء الله، اتمنى لكم موفقيه. تكلمي عن هذه التظاهره العملاقه وبعنوان انتم حشد شعبي، الان تشرفون على هذه المواكب وسير الزوار، وكيف تنظر إلى هذه الزيارة المباركة والخدمات اللي تقدمها مواكب الحشد اللي موجودة وموكبة للبصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، السلام عليكم وعلى مشاهديكم. حقيقة أستاذ كاظم والمشاهد الكريم يعلم إن هذه الشعيرة المباركة ما هي إلا وفاء للإمام الحسين وإلى تلك الدماء الطاهرة التي عدلت وغيرت مسار الأمة بهذه الدماء الزكية التي الإمام الحسين أسس لهذه المسيرة. وسيدتي ومولاتي الطاهرة زينب صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الأيام، اليوم جنابك الكريم والمجاهد الكريم يرى هذه الحشود المليونية، حيث قبل يوم وصل 62,000 زائر في يوم واحد، والعائدون 8,000. الآن شلامشة سجلت مليون دخول ومليون خروج أيضا، لا شك ولا ريب. إن الآن جنابك الكريم تفضلت ترى هذه الحشود من جماهير الحشد الشعبي المقدس كما هبت في ساحات القتال، هبت لتقديم الخدمات ونصرة الزائرين المحبين القاصدين كعبة الخلود، كعبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. هذه الحشود اليوم يحتاج إليها ماء، غذاء، ملبس، مأكل، مأوى، كل هذه الخدمات اللوجستية الآن قائم. لا شك، دول أستاذ كاظم، أستاذ كاظم أنت الآن صار لك 10 سنوات مواظب لهذه المسيرة، بل أكثر من ذلك، وأنا أرى اليوم دول لا تستطيع أن تقدم ما قدمه الشعب العراقي، وهذا كرم الشعب العراقي لا يقاس. ولذلك كل الروايات تقول أن الإمام الحسين علم باختيار العراق ليكون موطن له لما قدموا هؤلاء من شيعة. الآن لا تقتصر على الشيعي، بل تجد في هذا المكان وتلتقي بالمسيحي والصابئي والسني ومن كافة الأطياف والقوميات، ومن هذا المنبر من هذا المنبر وقناتكم المباركة نقاط 3 يجب علينا أن نكون مصداق لهذه. أولا يجب علينا أن نكون من الذاكرين والشاكرين إن شاء الله. ثانيا من الموحدين للعراق من الشمال إلى الجنوب، يجب علينا رحمة الله على والديك، ويجب علينا أن نكون نحمل الثقافة الحسينية التي أرادها الإمام الحسين من هذا
المكان والانطلاق المبارك. فأسأل الباري لكم التوفيق والشكر الجزيل لحضوركم وتواجدكم قناتكم المباركة قناة المجاهدين قناة الكام للأيام وإدارتها. أنا أحسن أحسن اللي هو الآن في أكثر من 7 أماكن ينقل مباشرة. أنا أسأل الله إلك التوفيق أولا شخصا. أنت الإعلام المعروف البصراوي أنا خادم الرجل الواضح الصريح الآن أنا بس أطلب من الحكومة المحلية اللي على رأسها الشيخ الله يحفظه أن يدعم هذه القناة. أي وحدة قناة أنا قناتكم قناة الأيام قناة مبارك هذه وحدة دعم يجب أن يكون لأن أنا لود على جنابك الكريم حيث أن يجب علينا توفير الكادر الأكبر. قناة ما مقصروا ويانا هذه لا شك ولا ريب. أنا ما مقصروا أنا أعرف جنابك وطبيعة عملك ونطلب من الحكومة أن يعاد النظر بهذا المنفذ وإن كانت الأيام القادمة قد تكون. نعم المنفذ يجب علينا أولا تهيئة وأطلب من الدكتور الأخ الوائلي الدكتور عمر أذن متعاون جدا أن يهيئ لنا رجال من رجالات الصادقين لإنقاذ. الآن إحنا نعتمد باعتماد كلي على الذاتية يجب علينا من الحكومة أن توفر في الشيء من الدخل من طبيعة, طبيعة هذا المنفذ. وعد الدكتور وأن يفصل ما بين الشهر والزوار المسافرين رحمة الله على والديك هذه نقاط ضد جدا مهمة. طريق واحد الآن اعتمادنا بالكامل أدوات صحية ما موجودة الآن هذا آوت ويجب علينا الآن شوف جنابك الكريم الآن ترى أن هؤلاء الآن شوف الحوادث من ضمن هذه الحادث المباشرة التي تراها يعني يجب علينا أن تكون متوفرة للزائر ومتوفرة للحضور. هذه الآن الإسعافات وهذه يكون بكثافة موجودة حقيقية ونطلب من الحكومة المركز أن تخصص من أموال المنفذ للمنفذ لكي نكون مصداق. وشكرا لله وإلكم أسأل الله إليك التوفيق ولمشاهديكم وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع الإمام الحسين. أنتم قناة بعد قناة الجهاد قناة الأيام هي إن شاء الله أيام مباركة. شكرا جزيلا للشيء سماحة الشيخ يوسف العرزال من مدير التوجيه العقائدي في الحج الشعبي في محافظة البصرة وشكرا جزيلا على هذه الملاحظات المهمة ونتمنى أن تستمر معنا عبر شاشة الأيام الفضائية المعطاء. نعم شكرا جزيلا لكم وهذه الأماكن التي تعج بالمسافرين المنافذ الحدودية تحتاج إلى اهتمام واسع من قبل منافذ الحدودية دار هيئة المنافذ الحدودية لأنها واجهة العراق وتستقبل الملايين وليس الآلاف من الزوار يوميا وهذا العراق يحتاج يكون وجهه ناصع أمام كل قادم إلينا. لبيك يا حسين ونحن على طريق الحسين. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أوافيكم الآن من الطريق الرابط من منفذ الرباط الحدودي إلى مدينة الكوت على مدخل مدينة الكوت. طبعا تم تحويل الباصات عبر الطريق الحولي في هذه النقطة. هذا الطريق يبدأ من ناحية الزرباطية مرورا بقضاء بدرة وبعد ذلك ناحية جصاد وصولا إلى مدينة الكوت. المنفذ وحسب يعني إحصائيات هيئة المنافذ الحدودية أكدت لنا إلى حد هذه اللحظة منذ الأسبوعين الماضيين تم دخول أكثر من 2,000,000 زائر إيراني خلال يعني الأسبوعين الماضيين. على صعيد يعني صعيد المغادرة تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة 500,000 زائر أي 500,000 زائر إيراني أدوا الزيارة في كربلاء المقدسة وزاروا باقي العتبات وأيضا غادروا البلاد. فيما يخص 24 ساعة ما زالت عملية دخول الزائرين تستمر. خلال 24 ساعة الماضية تم دخول 120,000 زائر. على صعيد المغادرة تم مغادرة 60,000 زائر إيراني أيضا على مدى 24 ساعة. فيما يخص المواكب الحسينية كانت في أوقات ماضية داخل يعني مدينة الكوت في منطقة الخاشية لكنها نقلت هنا إلى هذا الطريق كون مسير يعني الباصات تم تحويله إلى بوابة مدينة الكوت الأخرى دون دخول الباصات إلى داخل المدينة حتى لا يحصل زخم وزحام مروري. على صعيد الخدمي هنالك أكثر من 2,400 موكب حسيني منتشرة على جميع طرق يعني الزائرين في المحافظة. فيما يخص الزيارة بالنسبة للعراقيين في محافظة واسط انتهت تماما يعني اليوم آخر زائر غادر من قضاء النعمانية باتجاه محافظة بابل لكن هنالك طريق أكبر وهو يعني ربما ضعف سكان محافظة واسط وهم الزائرين الإيرانيين الذين يمرون عبر منفذ رباط
الحدودي. إلى حد هذه اللحظة الباصات مستمرة بنقلهم يوميا، يدخل قرابة 120 إلى 150 ألف زائر إيراني عبر هذا الطريق، والمغادرين يعني ما يقارب 60-70 ألف زائر، أي أكثر من ربع مليون إنسان يمرون عبر محافظة واسط ما بين الواردين وما بين المغادرين. هذا طبعا عدد كبير جدا، يعني هو ضعف سكان محافظة واسط بجميع أقضيتها ونواحيها. فالمواكب الحسينية ارتأت أن تبقى هنا وتقدم الخدمات للزائرين على مدى 24 ساعة حتى في طريق العودة وحتى بعد زيارة الأربعين. والحديث أكثر حول ما تقدمه هذه المواكب الحسينية ينضم إلي أحد الأخوة خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم. عليكم السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، أهلا وسهلا بكم. عظم الله أجرنا وأجركم. أجرنا أجركم إن شاء الله، رحم الله وديك. الله يسلم. بما يخص موكبكم اليوم، موكبكم انتقل إلى هاي النقطة اللي هي مدخل الطريق الحولي أو مدخل مدينة الكوت. أسباب النقل مالته يعني وشنو أنواع الخدمات اللي تقدموها للزائرين؟ الحمد لله والشكر، والله الخدمات مستمرة عندنا على مدار 24 ساعة، والأكلات التمن والمرقة، وإن شاء الله مستمرين على هذا الخدمة الإمام الحسين إن شاء الله. أنواع الأكلات اللي تقدموها اليوم هنا بهذا الموكب؟ والله الأكلات تمن ومرقة، كباب عروق إن شاء الله، فلافل، مشكل، خير من الله. اليوم يعني اللي يميز هاي السنة عن السنوات الماضية إنه كثرة المواكب الحسينية، المواكب الحسينية منتشرة بشكل كبير في المحافظة. شنو اللي يميز هذه السنة عن السنوات الماضية؟ وأيضا لاحظنا إنه أكلة الفلافل يعني منتشرة هاي السنة. والله هم يحبون أكلة الفلافل، يا هاي كباب عروق، تمن ومرقة، تمن وروبا، برياني، دولما، هاي يردون إلا فلافل. ما شنو سر الفلافل ما أعرف. اليوم انتم موكبكم مثل ما يعني نشاهد هناك اماكن للصلاه واكو اماكن للاستراحه، انه اليوم اكو ارتفاع درجات الحراره، شلون تعاملتوا مع ارتفاع درجات الحراره؟ الحمد لله والشكر، والله مستمرين على وماكو ان شاء الله لا حار ولا بريد، ان شاء الله مستمرين على هذه المواكب خدمه الزوار، واحنا وان شاء الله الراجع كله مقطوع، بس الراجعين لاهلهم مستمرين لخدمتهم ان شاء الله، وما متوقفين على مدار 24 ساعه ان شاء الله. يعني لاحظتوا انه اليومين عدد العائدين او المغادرين الذي ادوا زياره تلاحظون انه عددهم ارتفع عن السنوات الماضيه؟ والله ان شاء الله، والله العدد بيه ما يكثر ان شاء الله، واكو مواكب على الطريق كلها جايه تعزل، واحنا ان شاء الله باقين، وان شاء الله حتى وفاه الرسول نبقى مفتحين. حتى لو يعني الموكب الحسيني تخلص امواله، لكن هو راح يبقى مفتوح، لانه جاي نشوف انه بعض العوائل يعني بعد ربما نصف ساعه يعني بعد اداء الصلاه وبعد يعني دخول وقت العشاء يعني ياتون الى هذا الشارع، يخلون سياراتهم على الشارع العام ويقدمون يعني الطعام والشراب بعد ما يطبخوه ببيوتهم. الحمد لله والشكر، والله التعاون مع الاهالي منضمين الى موكبنا ان شاء الله، يعني الموكب وحده ما يسوي شيء، يعني الحمد لله والشكر الاهالي جاي تقدم لنا الطعام والشراب والاكلات والموطه والعصاير واللبن، الحمد لله والشكر. على الصعيد الأمني اليوم يعني السيطرات موجودة بعد الساعة 12 بالليل، أكو دوريات تجوب المواكب، حماية المواكب أيضا تأمينها لا سامح الله. نشكر الشرطة والمرور على خدمة الزوار وخدمتنا، والحمد لله والشكر ما مقصرين ويانا 24 ساعة، وجزاهم الله ألف خير. اليوم يعني نشوف انه اكو نقص بمادة الثلج في مدينة الكوت خلال الايام الماضية، اعتقد انه هذه الفترة الثلج توفر. الحمد لله والشكر، والله هي كانت الازمة الكهرباء قبل كم يوم كانت يعني مو زينة، هسه الكهرباء شوية مستمرت والثلج خير من الله عندنا، والماء متوفر والحمد لله والشكر. هاي المنطقة اللي هي على مدخل مدينة الكوت تعتبر مستحدثة جديدة، يعني خدمات ما وصلتها، شلون تعاملتوا ويا المي؟ يعني المي للتغسيل، مي للحمامات، شلون تعاملتوا؟ شلون حصلتوا؟ والله عندنا دناكر جاي متوفر، عندنا دناكر، وهم يجون احد الزبائن يجيبون لنا ماي، والحمد لله والشكر كلها. الخدام اللي عندكم اللي يعني يرومون الزيارة، شلون يعني تركوا الموكب راحوا للزيارة ورجعوا جماعة بجماعة؟ الحمد لله والشكر، والله هم قسمنا عالم راحت، واغلبية الناس ما راحت، مستمرين على الخدمة ان شاء الله وباقين، ان شاء الله تخلص الزوار واحنا نروح ان شاء الله، كربلاء ما طايرة ان شاء الله. باقين كل سنة وكل عام، موفقين ان شاء الله. نعم اعزائي مشاهدي قناة الايام الفضائية، كما شاهدتم يعني اصحاب المواكب الحسينية منذ 3 أسابيع وربما يعني اكثر من قرابة الشهر تقريبا وهم على قدم وساق بلا كلل وبلا ملل، يعملون أيضا على مدى 24 ساعة بهدف خدمة هذه الأعداد الكبيرة، وهم عكسوا الصورة الواقعية لكرم الشعب العراقي وما يقدموه أيضا على مدى 24 ساعة من مختلف الطعام والشراب، وأيضا بذلوا كل ما يعني كل ما يملكون من مال وأيضا حتى من الصحة والعافية، يعني اليوم الخادم في الموكب من 8 صباحا وحتى 12 ليلا يعني يستمر في الخدمة دون توقف، وأيضا بعد الساعة 12 هنالك شيفت آخر يأتي ويقدم الخدمة من الساعة 12
حتى يعني الساعة 12 ظهرا في اليوم القادم. أيضا بعض الخدمة ذهبوا إلى كربلاء أدوا الزيارة وعادوا وهم أيضا مستمرين بالخدمة، أيضا لم يتعبوا لا من طريق الزيارة ولا من الخدمة إلى حد هذه اللحظة. نعود إلى الإحصائيات التي ذكرناها قبل قليل فيما يخص منتج رباطية الحدودي، تم تسجيل دخول أكثر من 2 مليون زائر إيراني إلى حد هذه اللحظة بحسب إدارة هيئة المنافذ الحدودية. أيضا على صعيد المغادرة تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة 500,000 زائر إيراني، أي ما يعني أكثر من النصف 1 مليون زائر إيراني غادروا البلاد. على صعيد يعني 24 ساعة الماضية تم دخول 120,000 زائر إيراني. أيضا على صعيد المغادرة خلال 24 ساعة الماضية تم مغادرة ما يقارب 50,000 زائر. ما زلنا وإياكم وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية وهذه التغطية المباشرة لهذا الحدث العالمي الحدث المليوني وهي زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من جديد أحبتي المشاهدين ما زلنا في طريق بغداد والزوار القادمين من مختلف المناطق البغدادية متجهين صوب كربلاء إن شاء الله بألف سلامة. راح نلتقي بهم ونتعرف على تفاصيل حالتهم شلون كان الطريق وياهم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. صح شوي أمام الكاميرا. من وين تمشي؟ من بغداد. ليه مشي اليوم طلعت؟ أي اليوم. شلون الطريق شلون؟ والله الحمد لله زين. ماكو معاناة؟ لا ماكو معاناة، كل سنة نمشي. ما تتعب من المشي؟ لا ما نتعب، هذا الحسين شلون نتعب عليه. عاش تيدك مأجور إن شاء الله. الله يسلمك. وصل بالسلامة. بدول عم. الله وياك. السلام عليكم. شلونك ياك؟ الله يسلمك. الله يديمك. الله يحفظك. إن شاء الله. الله خادم زائر. أنا خادم إن شاء الله. إن شاء الله أيضا مشاي. الله يديمكم. الله يعزكم. لا هذا موكبنا إن شاء الله. الله يحفظكم. يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني نستند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسينا مني وأنا من حسين، أحب الله من حب حسينا، حسينا مني وجودا أما أنا من حسين فهي شهودا. ولذلك اليوم هذا الشعائر بسيطة ما نقدمه للزوار الإمام الحسين، لأنه الإمام الحسين أعطى كل شيء لله والله جعل له شيعة أعطوا كل شيء إن شاء الله الزوار أبي عبد الله الحسين. ويعني هذا خدمة بسيطة نقدمها لزوار الإمام الحسين، وإلا الإمام الحسين يستحق مننا أنفسنا لأنه هو ضحى بطفله وضحى بعياله وضحى بكل شيء من أجل الله ومن أجل أن يستمر خط. لذلك يقول الحديث المشهور أنه الدين محمدي الوجود حسيني البغاء. ولذلك على هذه الروايات والأدلة أنه نستند وخدمتنا وزوارنا وإن شاء الله. وأنا أشكر قناتكم وتواصلكم مع الزوار وما قصرتوا وجزاكم الله خير الجزاء. الله يوفقكم. شلونك مأجور يا أب؟ نعزي صاحب الزمان بهذا المصاب الأليم، نزل بيرق العباس بيده ووداه زينب شي بعيده وشمته وونت بهيده، هل بريحت هل عنهم بعيده، جيناك يا زينب جيناك وللموت يا زينب ما نسيناك، واحنا بعاستك واليوم ردناك، مرضى يا زينب الطينة من دواك، حاد الظعن عباس مربيه ومالي قلب امشي وخليه، ونايمه خيش لون نومه وحر الشمس غير رسومه وفوق الذبح سلبه وهدومه. شكرا للتوفيق ان شاء الله ويحفظكم ويستركم. بارك الله بك. الله يحفظك. السلام عليكم. تفضل يا ابو اجركم على الحسين عليه السلام. احنا نعتب على الدوله وبلخص على الشعب السوداني. هذا السريع منا ما مسوي لنا جسر مال عبور على مود شنو يجيب سيت ماي مواد غذائيه فرش مال نوم. هاي مو دوله، هاي دوله شويه تعبانه، دوله مال عصابات، دوله يا ابا احنا نريد تعزيه. هاي الامور تنحل ان شاء الله، هي ايام بسيطه وتنتهي هذه الزياره. احنا عندنا الاجر. تفضل يا ابا. السلام عليكم. ان شاء الله يوصل صوت. تفضل يا ابا. السلام عليكم. الله يعزكم. عز زينب سلام الله عليها، اليوم زينب انظارها علينا. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. حقيقه هذا الزوار وهذا الطريق الحسين والله الحقيقه يثلج القلب. والحمد لله وشكرا بهاي قناتكم الموقرة الحقيقة تزيدنا أكثر تفاعل وأكثر خدمة، وإن شاء الله موفقين وشكرا جزيلا على هذا الحضور وهذا. شكرا لكم لخدمتكم أكيد. تفضل يا أبا. السلام عليكم. جميعا إن شاء الله. السلام عليكم. ونعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام والحجة ابن الحسن عبد الله فرجه الشريف. إحنا اليوم اللي هو يوم الختام، بس ما اريد اسولف العوره اللي بقلبنا، فنتمنى بعد شهر نخدم خير عندنا. الله شاهد.
وعنده هاي العباره مكاتبها، فجاي نطيه احنا يجي مضاعف. بعدي هاي القصيده يعني اريد اوصلها، والولد هم يا خدام مو شباب القاسم، وربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره كل ما نطي مية الزود مية بس ويا حسين، ربحان التجاره حسين بكل وقت تارس هديه بس ويا حسين، ربحان التجاره وكل ما نطي مية الزود مية بس ويا حسين، ربحان التجاره حسين بكل وقت تارس هديه بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، هلا ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره وكل ما نطي مية الزود مية بس ويا حسين، هناك اكثر هناك التجاره بس ويا حسين، هلا ربحان التجاره حسين بكل وقت تارس هديه بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره بس ويا حسين، ربحان التجاره افضل وخير الاعمال الصلاه على محمد وآل محمد. الله والديك مأجور ان شاء الله، الله يحفظكم، حكم الله والديكم. وبنفس الوقت يقدمون العزاء بهذا الموكب المبارك وان شاء الله مقبول عند الامام الحسين. تفضل يا ابو، السلام عليكم. وعليكم السلام، عظم الله اجركم. ما تعبانين من الخدمه؟ لا الحمد لله، لا تعب ولا هم. شلون شفت الطريق تعالي هناي؟ الحمد لله نعمه. نعمه؟ الحمد لله. اذا احنا نحمد الله على هاي النعمه. الحمد لله وشكرا، الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا ابو، السلام عليكم. تفضل. ان شاء الله ماجورين. تعال انت خادم هناي؟ اي نعم، هذا موكبنا. شنو شو تقدمت خدمه؟ نقدم انواع الاكل من التمر من اللحم من اي شيء. كل شيء؟ ما تعبان من الخدمه؟ اي نعم. ما تعبت؟ لا والله ما تعبت، من 6 الصبح لحد هسه. ما شاء الله مباركه. السلام عليكم. شلون ماجوره؟ ان شاء الله ان شاء الله اجر عظيم، استر عليكم. من مشتل والله. زين الطريق؟ لا زين الطريق ورحمه، والله رحمه وزين، خوش طريق. قبل شويه توقفت للصلاه؟ اي 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 ما شاء الله صلينا. الصلاه واجبه. صلينا بهالشادر. اي اي ما شاء الله. انت تنصحين البنات؟ اي والله اي والله صحيح، يتوقفون للصلاه. صحيح، خوش زياره ورحم الله والديكم، خوش خدمه ان شاء الله مقبوله منك. وخدمه الله يسلمك، الله يخليك، الله يشكرك. من زمان تمشين انت؟ والله من زماني قديم نمشي. مأجورة ان شاء الله يتقبل مني. السلام عليكم يوم، تعالي هنا يمي. شلون انت؟ مأجورة ان شاء الله. الله يسلمك. انا ما تعبانه من الطريق؟ لا لا راحه ان شاء الله، راحه كل شيء. ما تعبتي؟ لا والله ما تعبت. بعد ورا بقى القليل ان شاء الله. اي الله كريم ان شاء الله، قليل ان شاء الله. نسال الدعاء تدعي لنا ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. حبيبتي السلام عليكم يوم، شلون مبارك ان شاء الله، ما شاء الله عليك حبيبتي. فما تعبانه من الطريق؟ لا الحمد لله ماكو تعب. اي شلون شفت الطريق؟ حسين زين؟ زين الحمد لله زين. شفتي خدمات هوايه ما شاء الله. اي والله مرتاحين، وصلاتنا بوقتها الاماكن المخصصه للنساء متوفر بها. اي نطبيها نصلي وزينين مرتاحين. اي والله خدمات هوايه قايمين بها. الحمد لله. انت كل سنه تمشي؟ اي والله صار لي هوايه امشي من 2008 تقريبا. اي امشي سنة على سنة. شو تشوفين تغيير بالزيارة؟ والله تغيير هواي، خدمات هواي. اي والله الحمد لله. تزيد الخدمة، تزيد عدد الزائرين. اي اي تزيد صحيح. قولي كربلاء يعني هذه المساحة تشيل كل هذا الزوار، عجيبة. صلوات على محمد. هاي بركات الحسين ابو عبد الله. ربك ساتر هاي مو شوية انتج من كل دول جايتك. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. بركات تزيد كل سنة زيدك. رجعنا انا بالبيت ما بي ابوم، الله شاهد بالبيت ما بي ابوم، رجلي مفاصلي. والله هسه قلت شلون راح اجي وشلون راح امشي؟ ربك سهلها والحسين سهلها. يعني قمت ادوس وامشي يعني زين. ما شاء الله. اي والله ما شاء الله بركات الامام. اي والله تنامين اذا تتوجعين ثاني يوم تقولين ما بيك شيء. اي صحيح والله صدق. انا شايفته هذا صحيح. صحيح والله صحيح. ما شاء الله. لا صحيح والله صدق صح.
حبيبتي ان شاء الله وتوصلون بالسلام ونسالكم الدعاء. شكرا لكم الله يحفظكم. يا قناتنا احنا هاي قناه الايام خدمتكم. شكرا لكم توصلون بالسلام ان شاء الله. تفضل اخوي. تفضلوا انتم هم يا ساعدتونا. تفضلوا. السلام عليكم. انا اشكركم ساعدونا. هم خدمه بالموكب وبنفس الوقت يوفرون لنا لقاءات. شكرا الامام الحسين. احنا خدام. احنا جاي نخدم. هذا صارنا اسبوع. هذا اسبوع كامل ان شاء الله وتستمر ان شاء الله اسبوع النوب. ما نمد من خدمة أبو عبد الله. واي خير. كله خير أبو عبد الله إن شاء الله. تابعون قناة الأيام هسه على الفيسبوك إن شاء الله. يا جاي نتابع قناة الأيام إن شاء الله. وإحنا نخدم الزوار من الصبح لحد ما آخر نفس بينا إن شاء الله. نخدم زوار الحسين. أشكركم دا تتابعون البث ونفس الوقت تتابعتونا وساعدتونا باللقاءات. إن شاء الله هذا ميزان حسناتكم كله للحسين إن شاء الله. إن شاء الله إحنا كنا بخدمة الإمام الحسين إن شاء الله موفقين. السلام عليكم. الله يحفظكم. تفضلوا يابا. السلام عليكم يابا. تفضل. تعرف عليك. الله يحفظكم. موفقين. توصلون بالسلام ان شاء الله. اكيد احبت المشاهدين ناخذ فاصل وبعد راجع ان شاء الله. اخرى مشاهدينا الكرام الى الطريق الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسه. طريق حسين. طريق العشق. طريق الهيام. انتظرنا كثيرا واجمل ما في شبكه مراسلي قناه الايام هو التنافس الشريف حول الظهور الحسيني. يا الله ايش قد جميل. كاظم من صفحة وأحمد من صفحة وظفر من صفحة ونور من صفحة ومحمد والكل الكل اليوم يخدم من موقعه. وأيضا إحنا نخدم من موقعنا. كثير من الوفود مرت على هذا الشارع منها دول عربية دول أجنبية. حقيقة قبل قليل كان استوقفت أحد الوفود الفرنسية وكان جدا متشوق أن يظهر على شاشتنا ولكن يريدون يحثون الخطى سيرا للإمام الحسين عليه السلام. تركتهم يروحون وإحنا مستمرون معكم بتغطيتنا. وشكر جزيل لكل المساهمين في هذه الشبكة. شبكة مراسلي الأيام الفضائية. مخرجين مقدمين مبدعين إداريين ما يقدمون من صورة جميلة إلى العالم يجمع صورة الزيارة الأربعينية. وإحنا مستمرين ياكم بهذه. تعي بابا سلام عليكم. تعي حبيبتي هنا يمي هنا 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 يمي عين في الكاميرا. سلام عليكم. عليكم السلام. وين رايحة بابا؟ كربلاء. كربلاء. ويا من جاية؟ ويا ماما وخالاتي. ليش جاي تزورين الكربلاء؟ الإمام الحسين. تواسين زينب عليه السلام. ما شاء الله عبد حجاب الزينبي وهاي العفة وهذا فعلا التمسك بطريق محمد وآل محمد. توصي هناك تدعي لي بابا. مو بس أنا أبو صالح وكل الكادر يريدون دعائك. شكرا. توصين السلامة حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. مشاهدينا الكرام هذه الصور الجميلة. وأيضا اجت يمي المركبة الخاصة بتوزيع المشتقات النفطية ومن ضمنها قنان الغاز على المواكب الحسينية. جهود مشكورة لوزارة النفط على ما يقدموه الأخوان في معمل النجف الشمالي. وهذا يمتد من النجف الأشرف يعني الحدود الإدارية لمدينة النجف الأشرف وصولا إلى منطقة خان النص. وأيضا لدينا معلومات هذا الطريق أسس سنة 1800 يعني القرن الثامن عشر. وكانت خانات موجودة على الطريق أربع خانات. هاي يمكن معلومة ما حد يعرفها. أول خان يسمى خان المصلى وإحنا نسميه خان الربع وأنشأته أسرة آل مرزة النجفية. ثاني خان هو اللي نسميه منطقة الحيدرية خان النص أو يسمى خان الحماد أنشأته أسرة آل كبة البغدادية. وثالث خان يسمى خان النخيلة واللي قاصد من مدينة كربلاء النجف يسميه خان الربع أنشأته أسرة آل شمسة النجفية. وهناك خان يسمى خان آل جدعان. هذا الخان انترك وانهمل يقع شمالي خان المصلى. هذه الخانات هي عبارة عن أطواق جميلة ويعني مثل القبب وأيضا أماكن خاصة للخيل والحيوانات اللي الدواب اللي كانوا يجون عليها ويسيرون يسلكون هذا الطريق إلى كربلاء المقدسة. فهذه المسيرة لم تكن جديدة. مسيرة قديمة ضاربة جدودها في عمق التاريخ الحسيني العقائدي. وهذا هو اللي الصورة اللي نوصلها إلى المشاهد الكريم مستمعنا الكريم مشاهدنا الكريم. عندما نتحدث عن مسيرة حسينية خالدة مسيرة أزلية. وأيضا هذه المسيرة ممتدة من مختلف بقاع الدنيا إلى قبر أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام. هذه المسيرة الخالدة بعنفوان وبقوة بإصرار بعقيدة راسخة
يسير الفرد على هذا الطريق سيرا إلى الباري عز وجل. الحسين اشتباه الباري عز وجل لأن يكون بابا من أبواب رحمته، أن يكون شفيعا من الشفعاء، أن يكون هو من يمهد ويواصل الرسالة المحمدية ويمهد المن إلى الثورة المهدوية. ولهذا علينا أن نسير على العقيدة الحسينية بعقيدة الراسخة في هذا الطريق وصولا إلى الهدف المرجو. هدفنا هو أن نصل إلى ما ابتغاه منا الإمام الحسين عليه السلام وما أراده الباري عز وجل. عندما هناك شاء الباري عز وجل أن يراك شهيدا قتيلا مرمخا بدم الشهادة وعيال الرسالة مسبيات، ولكن بالإعلام الناطق زينب الكبرى سلام الله عليها يواصل هذا الطريق وصولا إلى كربلاء المقدسة. ومثل ما شاهدون خلفي بأن الزينبيات الحسينيات المتمسكات بعفاف الحوراء زينب بحجاب زينب سلام الله عليها، الشباب متمسكين بيقين الحسين، بيقين علي الأكبر، بيقين القاسم. فلهذا نحن نقف على هذا الطريق لنواصل الليل والنهار. شاشتنا سلام عليكم، قواك الله، الله يعينك ويساعدك. الله يساعدك. من أين تخذ الخطى؟ من محافظة البصرة، من البحر إلى النهر. ما شاء الله. نعم. مسير متواصل إن شاء الله. كم يوم صار لك بالطريق؟ أنا لا، من النجف. من النجف. نعم، بس الأخوة وراي إن شاء الله من البصرة. كم يوم صار لهم إخواننا في البصرة؟ تقريبا 12-13 يوم. لوين وصلوا اليوم؟ بالحلة. ما شاء الله. نعم. أهل البصرة وصلوا للحلة. إن شاء الله. هنيئا لكم عمي، وتجاء يجدد عهد مع سيدي أمير إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وكل عام بالصحة والعافية. أن عاهد أبا عبد الله الحسين إن شاء الله. نتحدث عن عقيدتنا الراسخة في مسيرنا إلى الحسين عليه السلام. قبل قليل تحدثت عن الخانات اللي تم إنشائها في القرن 18. كانوا أجدادنا وآبائنا يروحون للحسين سير على الأقدام وعلى الدواب. ولكن هذه الطريقة ما انقطعت، وكأنما ما تنقطع إلى أبد إلى يوم القيامة. السبب رأيك. السبب حب الحسين في قلوب المسلمين جميعا. اي نعم، ما ينقطع ان شاء الله الى يوم القيامه، الى تنقطع انفاسنا ما ينقطع حب الحسين. علماءنا انطونا فد رساله واضحه المعالم. يقولون هذا الطريق نهايته اكو باب كبيره تسمى باب الجنه. كل ما يصير على هالطريق اما يحصل مغفره او يحصل توبه او يحصل لا دخول الى الجنه سريعا سريعا بخطواته. ان شاء الله. علينا التسبيح، التهليل، مواصله الليل بالنهار. بالذكر، بالاستغفار. والله المفروض يعني هسه هذا الطريق طريق الجنه. الانسان من يمشي بهذا الطريق لازم يستغفر رب العالمين، لان كنا عندنا ذنوب، ما هوك واحد ما عنده ذنوب، كنا عندنا ذنوب هوايه. وان شاء الله نطلب من الله واهل البيت والحسين ان شاء الله الشفاعه يوم القيامه ان شاء الله. يغفر الذنوب. اي والله ان شاء الله. اي والله توصل بالسلامه. شكرا جزيلا. مع السلامه. سيدنا نايمي، سيدنا نايمي. سلام عليكم. عليكم السلام. جواك الله. يا مرحبا. خادم زاير. والله انا عندنا موكب هنا صار لنا فاخر وقاعد نقدم خدمه للزوار. ويلي هنيالك. بارك الله فيكم. هنيالك يا خادم. اي والله. سولف لي مشاعرك وانت تخدم الزوار. هاي فرصه العمر، الانسان لازم يقدم خدمه ما زال الله مطي موهبه ومطي عقيد ومطي كرامه، لازم يقدم خدمه للزوار ابا عبد الله. ليش؟ لان هاي فرصه الوحيده بحياته. اليوم 17 صفر، بقت لنا 3 ايام. شلون تودع الزوار؟ والله شو اقول لك، عاد احنا هذه يعني فرصه سعيده بحياتنا في كل عام ان نقدم هذه الخدمه، ويا ريت ان شاء الله الطول اكثر واطول على مود تستمر الخدمة منا وصاعدا. كل التوفيق إن شاء الله. نتمنى لكم موفقية. كل التوفيق. وبارك الله بيكم. جزاكم الله خير. يسلمك. الله يخليك. يسلمك. مشاهدين كرام، لازلنا مستمرين ياكم وتغطيتنا الخاصة بقناة الأيام الفضائية. وطه شاف لي زايرة من لبنان ولكن تخاف الحملة تفوتها وتطوفها. احنا مع ذلك مستمرين. كل الأخوان وكل الأخوات الموجودين على هذا الطريق هم مشاركين إن شاء الله في نقل هذه الصورة العقائدية الزينبية المحمدية الحسينية الحسنية الفاطمية. الجميع على هذا الطريق هم شعلة نشاط وقلب واحد وكلمة واحدة.
جاءوا يجددون عهدا وولاء لسيد الشهداء لباب من أبواب الجنة. هكذا هو الحسين عندما ضحى بدمه الطاهر الزكي ونثره على هذه الأرض. معراج كربلاء، معراج الطف، معراج الشهادة، هذا المعراج الذي لا زال ينزف ألقا وكبرياء. وكل هذا هو الحسين، هو وريث الرسالة المحمدية، الرسالة العلوية. طه يقول وصلنا إلى فاصل وما أرد أخذ من وقت زملائي، مثل ما ذكرنا قبل قليل زملاء منتشرين على مفترقات الطرق وكلهم أمل أن يقف أحدهم نبراسا لخدمة زائر الحسين. فإلى شبكة مراسلي الأيام الفضائية. الكرام مستمرين في طريق يا حسين من مختلف المناطق، تتشرف كوادر قناة الأيام الفضائية بإيصال هذه الرسالة المهمة، رسالة الإمام الحسين وأربعينية الإمام الحسين إلى كل العالم. الأخوة الزوار مستمرين في السير نحو كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات مثل ما ذكرنا. حياكم الله يا أبو. أهلا وسهلا قلبي عزيزي بصر. عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية. جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار. وقائيون حشد الثغور، حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني. يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين. ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة، فهم من نهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة. مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء. سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. هاي مهمة، يمكن الأجيال الجديدة ما تدري بيها هاي التفاصيل. شلون كنت تزورون بذاك الوقت؟ بالصحاري على الزرقة وما زرقة والكوفة، ومن هناك نروح نزور بيها مشي مشي، والرفاق الحزبيين يطاردون ورانا بالأسلحة، وأنا ما قطعت الزيارة لحد الآن. أنا صحتي مو تمام هسه وطلعت للزيارة. شنو كان عقوبة اللي لزموه الرفاق الحزبيين؟ والله راحوا جماعة اعدامه هواي اعدامي. خيرك صحتك سلامتك ان شاء الله. شوي تعبان مفاصلي. شنو طلبك من الامام الحسين؟ البعض قام يسيء لهذا الزوار. لا شنو ردك عليه؟ لا ردي عليه، لا غلطان غلطان،
وذول زوار الحسين ما جاي ينزل، هم خطار أدنى يعني، هم خطار أدنى. ليش هذا اللي يسيء للزائر هذا يمثل العراقيين؟ لا ما يمثل العراقيين، ما يمثل العراقيين، هذا ما يمثل العراقيين. وأسأل الله احنا العراقيين الخير والكرم والضيافة، وهذه طريق يا أمام الحسين مليان بالخير. هو خير الحسين هذا، هذا خير الحسين، يتقبل إن شاء الله، يتقبل أعمالك. الله يسلمك، الله يسلمك. السلام، العفو، السلام، حياك الله زايد. الله يحييك، اهلا وسهلا بك. الله يقويك. منين جيتكم ان شاء الله؟ جيتنا من البصره ان شاء الله. الله يحفظك انت، خير الشرف. من الله للبصره ما شاء الله. خير نسال الله يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ الخدمه خدام الامام الحسين. آمين. والله يوفقهم ان شاء الله على خدمه الحسين. طريق الزائرين شورى من البصره، طريق الزائرين والله نعمه. هل تشوف ممتد من الفاو الكربلاء المقدسه، ممتد ما تقدر تتحرك. ابو من؟ انا ابو كاظم. ابو كاظم، طريق الامام الحسين شو تعلمت من عنده؟ والله تعلمت من عنده الايمان والصدق والصراحه، وثاني شيء الاخلاق الطيبه بين الناس. وهت تشوف الزوار هي خير من الله، عدد هائل، البكانات ونعمه، المنام ربك يوسعها، يوسعها يعني تمتد. الزوار، الزوار من باقي الجنسيات شلون التعامل وياهم؟ والله خير بخير الحمد لله. احنا العراقيين عندنا طيبه القلب، الحمد لله. اي طيبه القلب هي هاي، ولله الحمد تعاملنا ويا الزوار هو الاحسن للافضل وللاحسن. ولازم احنا نخدم السنه. السنه شفتوها اكثر شرفوا السنه اكثر من كل سنه. السنه هواي خير من الله، يعني السنه العدد هائل، العام نص، السنة أزيد. العام عبره 21-22 مليون، السنة إن شاء الله أزيد. السنة أزيد نص، السنة أزيد. الله يتقبل أعمالك. الله يحفظك ويسلمك. طريق السلامة. نسأل الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله زاير. أهلا وسهلا. شرفنا. شرفنا هنا. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. شلونهم الأبطال؟ أهلا وسهلا. شلون هالزيارة؟ والله بخير نعمة. أنت جاي تمشي لو تخدم؟ لا والله خدام. خدام؟ أي والله خدام الحسين. خدام الإمام الحسين. عندكم موكب هنا أنتم؟ أي والله. زين، شو تقدمون بالموكب؟ نقدم باليوم 3 مرات. زين. ريوق. زين. عش، غدا، عش. أي. وبلات، حلويات هاي. زين. أي والله. خو ما تعبان؟ لا والله، ماكو تعب، للحسين ماكو تعب. ماكو تعب. أي والله ماكو تعب. زين، أنت باقي من الصبح لي هسه قاعد تشتغل؟ أي والله للصبح، باقي. ما ارتحت؟ أي والله. ما ترتاح؟ ما أقدر أرتاح. ليش؟ والله أيوه، إحنا بعد يومين ثلاثة متوكلين. زين. أي والله. زين، أنت ورا ما تخلص الزيارة ويروحون الزوار هم ضوج؟ أي والله هواي ضوج. والله هسه سمعت بعد 3 أيام متوكل ضجتي هواي. ضجت. وحق هاي زوار الحسين. الله. والله. ليش ضجت؟ ضجت يعني إحنا نخدم الزوار ومرتاحين. بعد. تشتاق الزوار؟ أي والله أشتاق له هواي. زين. شو تطلب من الإمام الحسين أنت؟ أطلب كون يوفقني. إي. العودة، أريد أكون يصل خدام الحسين عليه أكيد. يا أيوة. أم حافظ شي، حافظ قصيدة شي تسمعنا؟ أي والله حافظ. يلا. إحلى غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي تشفتنا وسيلة. إحلى إحلى غير حسين ما عدنا وسيلة، حسين يا ملك الملوك تاجك من الله، يا ملك مثلك صار السبح بدمه، يا ملك مثلك صار السبح بدمه، زلوا نزل الكربلة واللي دابوا اليمه، اللي قبل حسين يبرينا بذمه. الله يتقبل منكم. اصدقائك وياك نفس الخدمه يشاركون؟ اصدقائك وياك يشاركون نفس الخدمه؟ اي والله. الله يتقبل، الله يتقبل، الله يتقبل حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما نتابع الصغار والكبار، مختلف الاعمار، مختلف المحافظات، الكل موجود بهذا الطريق، طريق الامام الحسين، على اختلاف حاجاتهم، البعض يتشرف فقط بخدمه الامام الحسين، البعض يطلب التوفيق، كل الطلبات لهذه الناس تشوفها بسيطه في طريق الامام الحسين. اهلا وسهلا، تعال، حياك الله، شلونك؟ احنا نركز بتغطياتنا على هذه الاعمار، لان مثل ما نذكر هذه هي اجيال المستقبل، هذه اللي انطلقت ثوره الامام الحسين حتى تستمر. حتى تستمر هذه الاجيال مطالبه بثار الحسين وذم الامام الحسين على اختلاف الازمنه. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ حسن. حسوني، حسوني انت خادم؟ ايه. شنو تسوي؟ نروح مشايل الحسين. نروح مشايل الامام الحسين. ايه. انت واصدقائك؟ ايه. زين، شنو تريد من الامام الحسين؟ شنو تريد؟ النجاح؟ اي نجاح بكل شيء. زين، نجاح بكل شيء، الله يوفقك ان شاء الله حبيبي. ونجح الوالد كلها. شلون؟ لا
نجح الوادي مهم كلها وياي. حبيبي حبيبي الكل ان شاء الله تنجح، الكل ان شاء الله ينجح. اهلا وسهلا، شرفنا، بالسلامه ان شاء الله، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. من النجف انت؟ لا من الناصريه. من الناصريه والنعم. والنعم الزوار بالناصريه خفوا؟ خفوا الحمد لله والشكر. الحمد لله يوم 11 صفر انتهت بالناصريه الزياره بالناصريه. الحمد لله جيت لهنا. جيت كم يوم بالناصريه استمرت؟ تقريبا ما قرب 6 ايام. 6 ايام الحمد لله، 6 ايام 6 ايام جيت مشاي الحمد لله. كم محافظه تمر عليكم بالناصريه؟ البصره واقضيه من الناصريه، الشبايش، الفوت، القضاء الناصريه. الحمد لله والشكر. ورا انتهاء المواكب تجون هناك تخدمون؟ الحمد لله اجي هنا، هنا اهلي واصدقائي هنا ساكنين. الحمد لله، الحمد لله والشكر خدمه. هذا الطريق ان شاء الله مستمر. ان شاء الله مستمر، طريق مستمر، مستمر وما ينقطع، ما ينقطع ابد ان شاء الله. الحمد لله والشكر. اكو من يتجاوز ويسيء للزوار، هذا شنو ردك عليه؟ لا ما يجوز التجاوز، وخاصة زوارنا الايرانيين باقي الدول العربيه والاجنبيه جاي تجي، ما ان شاء الله فرق بين كلها زوار الامام الحسين عليه السلام. انت تخدم بالمواكب، قبل لا تقدم خدمتك بالموكب تسال الزائر التمنير منين جاي؟ ماكو، ماكو فرق، ماكو فرق. اهم شيء عندنا هو يجينا احنا نضيفه، ماكو فرق من جاي من العراق او خارج العراق، اهم شيء هي خدمه الامام الحسين وخدمة زوار المال حسين. زين الزوار شو يقولوا لكم على الكرم والضيافة والخير؟ والله والله أكثر يعني وصف عندهم شعور ما ينوصف هنا على الخدمة وعلى الزيارة ما ينوصف. سنويا تخدم؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله. شنو اللي يبقى ببالك من سنة لسنة في هذا الطريق؟ وايد ذكريات يعني أليمة أكثر شيء من تخلص المواكب وهاي. الله أكثر شيء يعني. مقهرون من تخلص؟ أكثر شيء يعني قلت لك خلصت عندنا هناك بالناصرية. ما ودك تروح، ما ودك تعوف المواكب، والله ما ودك تعوف المواكب. ما الحمد لله، الحمد لله على كل حال. تنتظرون السنة تجي؟ ننتظرها بطلع الروح يعني، ننتظرها بألف يا علي كون تجي. الله كريم، الحمد لله، الحمد لله. قبول إن شاء الله، قبول الله. حياكم الله، الله يوفقك. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما نتابع أصحاب المواكب، أصحاب المواكب هذه مشاعر لما تخلص الزيارة يبكون وينقهرون وينتظرون الزيارة من سنة إلى سنة، مو بس الكبار، مو بس أخوي اللي انتقينا وياهم، حتى الأطفال الصغار انتقل لهم هذا الموضوع، صاروا ينتظرون الموكب من سنة إلى سنة حتى يشاركون وحتى يخدمون. الكل مرحب بكل الجنسيات، كل أهالي المواكب والخدمات والموجودين على الطريق مرحبين بكل الجنسيات وكل الطوائف على اختلافهم. ما عندنا اليوم فلان جاي من فلان دولة وفلان من غير دولة، الكل إحنا نرحب به. واللي يسيء هذا يسيء لنفسه، ومثل ما ذكرنا حتى الأشخاص اللي يسيئون ويحاولون ينشرون هذه الإساءات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم أكو أجهزة أمنية تدور عن ذولا وتنتظر البلاغات عنهم وتتابعهم، وراح تقدر تحد من هذه الظواهر اللي أبداً ما تمثل الشعب العراقي. هذا الكرم وهذه الصورة العراقية للزائرين العراقيين والوافدين إلى كربلاء المقدسة من مختلف الجنسيات. الله يوصل الجميع إن شاء الله بالسلامة. انتقل لزميل آخر من شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية من طريق يا حسين. حسين السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله. ونادي يا حسين ونادينا طول العصور حسين مقدسة. مثل ما عودناكم عدسة كل يوم تنقل لكم كل ما حدث في هذه الزيارة المليونية، ألا وهي زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هكذا تشاهدون خلفنا الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبا الفضل العباس. الآن نترك العدسة إلى زائرين الإمام الحسين ليحدثونا عنها زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وما هي المواكب الخدمية والهيئات. حسينيون حتى الظهور نعمة نعمة خدمة هاوس القاع، وين ما نمشي ألف هلي، كل خطوة ألف هلي، خدمة نعمة يا بعد حيل. شكرا لك. تفضل هنا سيدنا يمي، هنا تفضل يمي سيدنا، قواك الله. عسى محمد وعالي محمد، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير عن سائر.
انا جيت لزياره الامام الحسين بالعربعين، من صفر على 100 اقول لك اخوي ما شفته وما رايته الا جميله، ونشكر لشعب العراق لهاي الخدمه، وان شاء الله الله يثبت اقدامنا بالطريق الامام. والله كل شيء من صفر على 100 زينه باحسن شيء بالاحسن الحال. قل لك بالاول شيء ما رايت الا جيت ومشي الكربله. اي مشي. شلون شفت الطريق؟ شلون شفت الخدمات؟ شفت كل شيء، خدمات زينه، كل شيء موجوده، من اكل، من ماي البارد، من انواع العصير، كل شيء موجود الحمد لله، ما في شيء، كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله وشكر. اول مره تجي؟ لا هاي اربع سنين. شلون شفت هذه زياره اكثر من السنه السابقه؟ وايده وايد وايد اكثر من السنه السابقه، وان شاء الله كل سنه ان شاء الله يكسر ان شاء الله الزوار الخدمه الامام، وان شاء الله نحن ننتظر مولانا الامام الحجه ان شاء الله بالسنه الجايه مع المولانا ان شاء الله نجي للزياره ان شاء الله. تعال يمي هنا زاير، تعال يمي خلي اسمع منك. عظم الله اجرك، عساكم ما تعبتوا ان شاء الله. ما قلت من يا محافظه؟ من الكوت. من الكوت اجيتوا مشي ان شاء الله؟ خير. كم يوم مشيتوا بالطريق؟ ثالث يوم. هذا ثالث يوم. شلون شفت الطريق؟ شلون شفت الخدمات؟ شلون شفت المواكب الحسينيه؟ والله خدمات خير من الله، والحسينيه كلش زينه، والطريق كلش يعني واسع خير من الله. ايش ما تزور امام الحسين مواكب شلون كان اداها؟ مواكب والله فول، ونحطهم على راسنا المواكب كلها، اداهم يخبط والله. الفوارز الصحيه، الطريق، القوات الامنيه، شلون شفتوهم؟ والله جيد جدا كلهم. شنو كان شعورك عندما تمشي ومتجه الى كربلاء؟ الله شعوري كشعور اي زائر، خبو الحسين ما يوصف اي واحد. صار كم سنه تطلع مشي انت؟ هاي رابع سنه. رابع سنه؟ نعم رابع هاي السنه اشوفها انه اكثر زياره، اكثر اي هاي حاليا اكثر زوار عدد السنه، اكثر الزوار اكثر من العدد السابقه. شنو شعورك عندما انه تغادر؟ الإمام الحسين ما يقدر. سلام الله عليك. والله هنيئا لكم هذه. والله وديك يا روحي، مشكور يا روحي، والله وديك. أحبتي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، مثل ما لاحظتوا وشاهدتوا زائرين الإمام الحسين قادمين من جميع بقاع العالم ومن جميع دول العالم ومن جميع محافظات العراق إلى المرقد الشريف، إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيها أبا الفضل العباس. اليوم نلاحظ أن هذه الجموع المليونية تقدمت نحو كربلاء المقدسة يوم بعد يوم تستاد. هذا الشريف احنا نلاحظ انه نشوف انه هذه السنه كان خطه امنيه وخطه خدميه وخطه صحيه، كل هذه الخطط انه بقوه جيده وبعمل عالي ممتاز جدا، واكيد طبعا انه الخطه الامنيه نؤكد عليها باشراف مباشر من وزير الداخليه عبد الامير الشمري، كل الشكر والتقدير له. واكيد انه مشاهدين ومكملين التغطية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين، ومعانا زائرين من الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم. السلام عليكم. أسكتوا شهر ومدينة؟ شهر مقدس مشهد. مشهد. أسكتوا شهر السنة مقدس مشهد الرزاق. مشهد. ما شاء الله. الخدمات شلون الخدمات؟ عالي 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 عالي. ملة عراقي خدمات عالي عالي خير. خير رايح الى كربلاء. هاي بيوده حرام بحرام. حرام بحرام. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا. قربان شباب انا. كل ممنون متشكر. كل لطف كردن. جانا. فارسي فارسي. خیلی زحمت کشیدن. متشکر. دست شاد درد نکنه. ممنونم. واقعا خیلی خیلی عالی بود. پذیرایی داداش عراقی بی‌نظیر بود. متشکرم. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. از کدوم؟ از شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستی. مشهد. کل مشهد. کل مشهد. زائرین امام رضا. تکلم فارسی. تکلم فارسی. پذیرایی خیلی خوب بوده تا اینجا. همه مردم عراق ایران با بهترین شیوه ممکن از میوه، خوراکی، شربت و تنقلات، برنج، همه چی عالی به کل مردم خدمت کردن و ما واقعا از این پیاده روی راضی بودیم. من انشالله که امام حسین از همه این عزیزان این پیاده روی رو قبول عنایت بفرمایید انشالله. شکرا جزیلا.
خايش بيكون اخذ انا انو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. من وين؟ عراق انا. اه شفت الشقار قلت مني راح. صحيح عبارك كرامي. وشلون؟ انا بصراوي. البصره وين؟ من البصره؟ من الحيانيه. وين؟ من الحيانيه حي الحسين. حبيبي جيت مشي لو انا جيت من النجف. صعدت من هناك وجيت من النجف وجاي امشي ان شاء الله. ليش ما رحت مباشره الى كربلاء؟ لان انا عندي دوام. ها جيت مباشره من هنا زرت ابو الحسن ورايح للكربلاء مشي. يعني لازم 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 تمشي. نعم نعم. يعني اخذ خطوات تريد. نعم ان شاء الله ان شاء الله. وهاي صحتك شلون؟ الله يسلمك الله يعزك. الزياره شلونها؟ الحمد لله وشكر خير من الله. كله خير وبركه. طريق الجنه هذه صار لك كم سنه؟ يعني انا كل سنه يعني من تقريبا من 2013 لهاي كل سنه اجي. ماشي. تطلب من الامام الحسين امنيتك الخاصه؟ اي امنيتي ان شاء الله يعجلوا لي جل الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف وان شاء الله يحفظ شيعه امير المؤمنين وينصرنا على القوم الظالمين ان شاء الله. اذا بثنا الطريق بدك تروح للزياره الاربعه اللي من كربلاء وظهر الامام الحج عجل الله فرجه الشريف، شنو اول كلمه تقول لي؟ لبيك وياه. نعم للمود. لبيك يا صاحب الزمان. ممنون ممنون. شلونك حجينا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بيكم من وين؟ احنا من البصرة، من مدينة البصرة. وين بالضبط بالبصرة؟ بالبصرة بالمدينة. المركز مال بالمركز مال البصرة. جيت مشي من البصرة؟ لا جينا هسه بسيارة ونزلنا هنا بأمير المؤمنين. زرتوه حتروحون إلى كربلاء؟ زرنا ومتجهين إلى كربلاء. شلون هالزيارة؟ زيارة ما توصف. والحمد لله والشكر. ونشكر الله على هذا اللي اعطى حب الحسين للشيعة. يعني تجننوا الشيعة وغير الشيعة ومحبين محمد وآل بيته. ونشكر الله على هذا الشيء. عندي سؤال، إذا واحد مو مسلم وسألك أجنبي قال لك أنت بي يعني هاي العكازة وهاي الأمور، قال لك شو عندك طالع ما تظل بالبيت، شو تجاوب شو تقول؟ شلون توصف لهذا الشعور؟ احنا طالعين أولا لوجه الله تعالى. وليش نعبد مخلوق؟ نعبد الخالق. اي ونشكر الله على هذا الشيء، بس محمد وسيله بيننا بين الله. احنا نتوجه محمد وآل محمد، نريد يستر العراق ان شاء الله يا رب. يستر العراق ويعدل الوضع ويحط الرحمه بقلوب السياسيين للبلد ان شاء الله. ويعمرون البلد بجاه محمد وآل بيته ان شاء الله. يعني نوجه كلامنا للشباب، كافه الشباب يغيرون وضع ويقلبون ورقة جديدة على حب محمد وآل محمد، والصدق هو نجاة البشر. ليش خصيت الشباب برسالتك؟ الشباب توعية. توعية الشباب خصوصا احنا طاقتنا الشباب. صحيح. طاقة البلد. مستقبل الأمة. مستقبل الأمة. احنا وقتنا انتهى. لا رب يحفظكم انتم خير وبركة. احنا قضاء بعد داي وقتنا والسوينا. شلون قضاء لكم اياه؟ والله العظيم كنا ما نزور بالدسرة بالختلة، نمشي تلبث يلا نوصل الإمام الحسين. اعدامات بالطريق، يقضون جماعة منا يعدمونهم. تذكر لي حادثة صارت وياك. والله حادثة، انا لابس دجداشة سوداء. يوم من الايام والله دعت هو الحسين. اكو ضابط تعرضنا على الدجداشة. ضابط انا لبست بامرية سرية عينة الموانئ يعني بمقصر. تعرضني ضابط على دجداشه، قال شنو لابس هاي؟ قلت له حزين على الحسين. يقول لي مو عيب تحزين، شنو تحزين انت مره؟ يقول لي قلت له لا على الحسين. قال لي ذبه وتمشي عريان. قلت له لا كفو، شلون اذبه وامشي عريان؟ الحاصل اخذ الدجداشه وشققها. يجي يجي بهاي الطريقه. دعت هو الحسين، اخذ الدجداشه وشققها. تعداد وافق مال الجيش. التعداد كله الشيعه ما رضت، انغبنوا. هذا الحدث صار وياي. دعيت الحسين، قلت له حسين انت موجود يا صخرات وذهبات؟ اذا انت موجود ما تفوت لهاي. الصبح ثارت السياره علي، لحقني بيها ودعت هو الحسين. شلون ما مفخخه وثارت علي؟ طقت علي، طقت علي، الصوب والسياره احترقت. سبحان الله. والله ودعت فاطمه الزهراء. القوات متقدمه للكويت باجتياح الكويت. ممنوعه لجائز 100%. ودع علي المراسل اللي اخذت الدجداشه وشققها. طبيت علي، قال انت سيد؟ قلت له لا انا عامي، بس ابوي اسمه سيد حميد. هاي بركه الحسين هاي. قال احتذر منك. قلت له احتذر من الله المطر رتبه للحسين. سبحان الله. والله هو سني من اهل البصره، اسمه اسامه. يا ريت تواجهه وياي ونتقابل انا وياك. بما الله. تفضل حجينا. تفضل تفضل، خلي يرتاح الحاج. شلونك؟ صحتك شلون؟ اشكر قناتك المفخره بدول عمر الامه الاسلاميه وانا عزيز صاحب الزمان والاسلام جميعا والعلماء. أنا إلى من نجف والعلماء جميعا باستشهاد الإمام الحسين ونعزي فاطمة الزهراء وزينب والأمة الإسلامية جميعا.
ونشكر الخدمة الزوار. لو ما الخدمة الزوار ما كانت تجي ما كانت توصل. نعم جينا هالسنة النجف وكل سنة هي ما مقصرة. لا لا. ما شاء الله الزيارة تبدي من الشكر على هاي الخدمة. نعم. على هاي الخدمة ونشكرهم جميعا. نعم. على هاي الخدمة يعني خدمة وخدمة الزوار مو هينة. الزائر لو عندكم مواقف. أنا عندي موكب بس خلاص. موكب. احنا بالنجف عمود 130 خلاص هسه لا احنا راح نجي للكربلاء بعد زواره هوايه بعد جماعتي بقوي ما شو تقدمون بموكبكم والله نقدم كل شيء نقدم احنا بركه الله وابو عبد الله الحسين والله العظيم يعني ثلاث وجبات ومنام وحمامات وهذا كله قليل لابو عبد الله النهايه كله صرف وتعب ما تتعبون احنا ما نتعب لان احنا ابو عبد الله الحسين احنا لو اسبوع 10 ايام ما نتعب هسه احنا ذا فاتحه 3 ايام ما ندبرها بس قضيه ابو عبد الله حتى لا 10 15 يوم ما نتعب يا سبحان لان بها اجر وثواب وبها بها سر الهي اكو فد دافع هاي الشباب والناس تمشي اكو فد دافع اكو فد سر بما انه احنا الان في الايام اللي الذروه للزياره والعدد الكبير جدا اصحاب المواكب مثل حضرتك عانيتوا من شيء لو اكو الخدمات متوفره يعني موضوع الثلج والمي الحمد لله والشكر ثلج اكو واكو دعم هم يعني من الناس من وزير الداخليه ومن السيد السوداني هم اكو دعم ونشكرهم على هذا الدعم جزيل الشكر واحنا خدام لابو عبد الله رحم الله والديك ممنون حق قناتكم الموقره اشكركم جزيل الشكر رحم الله والديك مشكورين مع السلامه حياك الله الله يحفظك احبه المشاهدين اليوم يعني ما شاء الله اصحاب المواكب يتكلمون عن الكثير من الدعم اللوجستي اللي يقدم لهم اليوم الحقيقه هذه السنه هي كل سنه اكو دعم كبير جدا ولكن هذه السنه لاحظوا شيء مهم جدا عراقيل طلبات كثيره بموضوع مثل المياه موضوع الثلج وغيرها ماكو هذا الشيء حقيقه اكو سلاسه بالموضوع الدعم الصحي المتوفر اليوم اللي وفرته وزاره الصحه نتكلم على المكان اللي موجود به او على الطريق حقيقه مستشفيات النجف الاشرف كان لها دور كبير جدا بتوجيه مباشر من معالي وزير الصحه بتوفير المفارز الطبيه والمفارز الخدميه اللي موجوده على الطرق واذكر ايضا انه بعض المستشفيات المتنقله او المستشفيات الميدانيه من الجمهوريه الاسلاميه في ايران ايضا عملت عمل كبير جدا وكانت خير مساند لكل المفارز الصحيه اللي حقيقه ما شاء الله يعني من النادر انه شخص يحتاج مثل موضوع علاج موضوع هذه الامور تتوفر. ارجع واقول كل يوم حقيقه تحيه اجلال وحقيقه تحيه حب لكل ابطالنا بهيئه الحشد الشعبي على عملهم المتواصل مو فقط لحمايه المواكب او حمايه طريق الزائرين ولكن من اجل اليوم حتى الدعم اللوجستي اللي قدموه ايضا من مياه وغيرها من هذه الامور. حقيقه الزائرين اخوتنا تفضل. تفضل. شويه ازدحامات حبه المشاهدين العدد كبير جدا من الزائرين ونعتذر منهم ممكن شغلناهم تفضل حاج تفضل تفضل السلام عليكم تعال هنا وعليكم السلام شلونك شلونك بخير الحمد لله من وين كربلاء كربلاء انت من كربلاء لا لا وين؟ هندوستان ان هند انديا هند يو سبيك انجلش يا اي سبيك وير ان هندي ان انديا اندور وير اندور ات از نير باي مومباي You coming in Iraq because this Karbala? Yes, for Arbaeen. You love Hussein? Yeah, I love Hussein. Yeah, this is my second year. Oh, good. Yeah. Very good. India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria. Yeah, and you love Hussein. Love Hussein. Yeah, love all Hussein. Love Hussein. Yes, we you love Hussein. Family with you? Yeah, no, my family is not only. With me. I'm only one. Only. Thank you very much. Thank you, thank you. عظم الله لك الأجر. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. شلونكم شباب؟ أخبارك؟ ما شاء الله شلونك؟ أنت من وين؟ أنا من النجف. وين من النجف؟ طلعتوا أهل النجف؟ ما شاء الله لأن قريبة شوية ها. احنا كنا خدام بالمواكب. السلام عليكم، احنا كنا خدام بالمواكب، كملنا لآخر زائر. واليوم توجهنا لباب عبد الله الحسين سيرا على اقدام نعم موكبك وين؟ موكبنا بالنجف يا عمود عمود 214 ايش قدمتوا بالموكب؟ والله قدمنا اللي الله قدرنا عليه وش ما نقدم نحسه قليل حق ما تعبتوا؟
ان شاء هذا كله نعمه. هذا نقعد بالبيت ارتاح شلون نقعد بالبيت احنا هاي السنه ماكو ما نحس بيها غير بس ذني الايام يا الله. وهذا كله بركه من فضل الحسين. بعد ايام وتنتهي الزياره احسك مقهور. من تنتهي يعني شو اقول لك؟ شو اعبرك عن شعوري؟ اقول لك كلها تبكي. يا شنو ما نحس بالسنه هنا قلت لك بس ذني كم يوم. يا الله وان شاء الله الله يوفقكم. السنه الجايه متحضرين ان شاء الله. شلون؟ من هاي السنه راس السنه السنه الجايه نحسب لها يوم يوم. ان شاء الله. اريد اعرف اليوم انتم اصحاب المواكب قدمتوا هذه الخدمه العظيمه وهذا يعني وفرتوا الطعام والسكن لكل الزائرين تحسون بفخر؟ نحس شلون ما نحس بفخر؟ وكل ما نقدم نحسه قليل للزوار وللامام الحسين. يا الله والله ربي يحفظك وان شاء الله بجاه الامام الحسين يحقق كل جميع رحم الله والديك. ان شاء الله تتزوج. ان شاء الله متزوج نعمه الحمد لله شكرا. لا لا علونا الله يخليك يطول عمرك. احبتي المشاهدين يعني ما شاء الله الزائرين المتوجهين الان تقريبا مثل ما قلنا انه امس اول امس اجت طلاع الزائرين من المحافظات الجنوبيه حاليا نقدر نقول محافظتين بدات اهاليها بالذهاب الى كربلاء المقدسه وهي المحافظتين الاقرب الى كربلاء هي محافظه بابل ومحافظه النجف الاشرف بدات المسيرات تتجه بكثره الى المكان المقدس كربلاء المقدس. هو العراق كله مقدس بما انه يحتضن الامام الحسين واخيه الامام العباس والامام علي عليه السلام والعسكريين في سامراء والجوادين في بغداد فهو مقدس. احنا ومراجعنا موجوده اذا هو العراق كله المقدس بلد عراق الحمد لله والشكر القداسه الكبيره اللي حقيقه نفتخر. ارجع واقول اليوم انا كمراسل لقناه الايام الفضائيه اقسم بالله لما اقف بوسط الزائرين بمختلف جنسياتهم اختلف عن كون اليوم عراقي على الكلام اللي حقيقه يقول الوافدين بحق الخدمه التي تقدم بهذا الشكل الكبير وهذا الشكل العظيم لكل الزائرين مختلف جنسيات. شلونك عمو؟ اخبارك؟ ان شاء الله بخير. صحتك شلون؟ تعال تعال هنا. شو اسمك؟ حسنين كاظم. من وين؟ من النجف. من النجف، وين من النجف؟ نجف العباسيه. العباسيه، شنو جاي تزور لو تخدم؟ جاي ازور مشي. ها؟ جاي ازور. جاي تزور، حتروح لكربلاء؟ ان شاء الله. بعد ايش قد توصل؟ اصل ان شاء الله الصبح حكي. من وياك؟ انا وهذا وعائلتنا. عائلتك، وين عائلتك؟ عائلتي وانا. انتم ما شاء الله سابقيهم. تريد قبلهم توصل للامام الحسين؟ ان شاء الله. شو تقول للامام الحسين اول ما توصل؟ اقول له اسلم عليه واطلب منه مراد. ايه شو تطلب مراد؟ شو تطلب منه؟ اقول لك طال العافيه والرزق إيه؟ وترزق الناس وتساعد إيه؟ الناس المحتاجين. وبدراستك؟ وبدراسه يا صف نجح درت للاول. رحت للاول نجحت يعني درجاتك زينه؟ الحمد لله. ايش قد درجاتك؟ وانا اقول لك نشرب بس قالوا لي انت درجتك زينه إيه؟ ما غطونا الدرجات قالوا ان شاء الله اذا صرت دكتور تخدم الزوار مجانا تعالجهم؟ ان شاء الله 100%. هذا وعد. وعد. يلا ربي يحفظك ممنون منك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حال؟ مساء عليك شلونك؟ الله يخليك. يحفظ الله وجهك. من وين؟ من القرنه. من البصره. اي والله من البصره. الله يسعدك. الله يحفظك. خلي الكاميرا تشوفك. جيتوا مشي لو بالسيارات؟ اي والله من البحر بالامام عليه السلام نزلنا. نزلتوا للنجف. للنجف وجينا. هو ما تعبت. لا والله كله ما يضيع وجه سيد ابو عبد الله الحسين ابو الاحرام. كم سنه صار لك الزور؟ تقريبا صار لي هاي السابع سنه. سابع. سابع اي والله. شو حسيت؟ والله نعمه واجواء صلوات على محمد وال محمد. انا ريت زاير يقول يابا تعبان، شو انت ما تعبان؟ ماكو تعبان دوم. عجب ليش ما تعبان؟ كله بقليل تضحية الامام الحسين سلام الله عليه. تطلب من الامام الحسين؟ والله بالتوفيق يسر على امه محمد وال محمد. كلك ايش تطلب؟ والله بالتوفيق والاستقرار ايه؟ وشافوا وليدي عيونه مريضه يا رب يا رب بحق هذه ايه والله بحق ايه هذا الطريق ان شاء الله. امين رب العالمين. ان شاء الله السنه الجايه تجيبه ومشاه. احم الله وجهك. واسوي وياك. احم الله ويلا. حق الامام الحسين. الله يحفظك. ممنون. بعد قلبي احم الله وجهك. فدوى لعمرك الله يخليك. من وين؟ ايران. باكستان. باكستان. اسلام اباد لاهور. ملتان دلا غازي خان. غازي خان. ملتان دلا غازي خان. ما شاء الله شيعتي باكستان از جود ان كربلاء. ايوان ان كربلاء. يو تايرد اور جود؟ لا ام نوت تايرد ام جود. جود يو جود. عراق. عراق. ذا سيرفيس فود اند سليب از جود. Good. Good. Very good. Hotel is good. Fandak is good. Yes. 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 With the family or only? With family and group.
يس سلام وياك عائلتك ويا عائلتك. هو فيرست لا فيرست فيزيت العراق تو 40 تو 40 تو الحمد لله الحمد لله. باكستان جود كريكت جود عمران خان جود. ثانك يو فيري ماتش ثانك يو. شلونكم شباب اخباركم شلونك حاج صحتك؟ ايران تعبان ربي يحفظك ربي يحفظك تعبانين زوارنا ربي يخليهم ان شاء الله. احبتي المشاهدين اكيد احنا مستمرين اليوم وشاهدتوا بمتر واحد بمترين ويا باكستاني ويا ايراني ويا العراقي وفات الاندونيسي الحمد لله والشكر. ويلكم باكستان. How are you? السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? أي مال. Tired or good? Tired or good? الحمد لله. زيارة first in Iraq. In Iraq شهر. شهر. أها ما شاء الله. من باكستان إسلام آباد. بنجاب بكر زلا بكر. بكر. كشمير زلا بكر 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 يعني مدينه بحد اسمها بكر. خدمه فود سليب جود عراق جود عراق جود عراق زنده باد زنده باد. يو كام ان ايربورت ان نجف لا جزابا بادر باي باس يعني كار ها سياره سياره. باكستان ايران عراق ايران عراق. ثانك يو سياره لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. سألت انه هل جيت انه من مطار النجف؟ قال لا جينا عبر البر بسيارات من باكستان الى ايران ثم دخلوا من المنافذ الحدوديه المنتشره مع الزائرين الايرانيين دخلوا الى العراق. وما شاء الله هذا الحب الحسيني عبر القارات من يقول لك القارات السبعة. هاي القارات السبعة من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ومن أمريكا الشمالية ومن أمريكا الجنوبية. الحمد لله ولبيك يا حسين. وننتقل إلى الزميلة العزيزة نور العلي. شاية شوف بناتنا مأجورين إن شاء الله مأجورين إن شاء الله. الزوار هنا ما شاء الله بأعداد متزايدة بين كل لحظة ولحظة. نفس الوقت انقلكم الصوره الان بكل فخر يعني معتزين بالمواكب بالزائرين بكل شيء متوفر ما شاء الله. الله يحفظ الزوار ويديم هذه النعمه علينا. واكيد احنا مستمرين نستقبل التعازي. السلام عليكم شلونك؟ عليكم السلام يا مرحبا رحمه الله. تعزيه بمناسبه ال40 تفضل هنا. ماجورين ان شاء الله. رحم الله الله يحفظك الله يخليك الله يسلمك رحم الله والديك. المناسبة الأليمة والله مصاب العراق مصاب عزاء الإسلام الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. فإحنا من المشاركين يعني بيوتنا قريبة فنجيب هنا يعني نواكب الناس اللي جاية نساعدهم هنا عندنا أصدقائهم هذا الموكب نجي نساعدهم ونخدم الزوار إن شاء الله. أنت على طول الطريق شو تشوف يا ناس محتاج خدمة الساعة؟ نعم والله بركه هو بركه واجر الله يحفظك رحم الله والديك. راح تروح للزياره؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا ما راح مشي لان عندي عائله باخذ العائله بيوم الاربعينيه دائما اروح ازورهم وجميع عندي اطفال ما يقدرون. من يصير وقت السيارات موجوده متوفره؟ ان شاء الله هو كل سنه انا بيوم الاربعين اروح من كنت قبل شاب ما متزوج اروح بعد اروح مشي بس اسوي عائله واطفال واخذهم السياره. ان شاء الله ماجورين. نشكرك على هذه الخدمه الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت خادم؟ ها؟ تخدم الزوار؟ اي. شنو تقدم خدمه؟ الحمد لله كل شيء. كل شيء ساعدت؟ كل شيء ساعدت. ان شاء الله ماجور ان شاء الله. تعي ماما شنو اسمك؟ اطلب طلب. شنو اسمك؟ مسره. مسره، انت شنو خادمه هنا يا لو رايحه مشي؟ لا ما رايحه مشي بس هنا. اطلب طلب اطلب ابوي. اي قولي، انت شنو؟ يعني قدمت خدمه للزوار؟ اي خالي قدم خدمه ووزعنا فواكه. ما شاء الله ان شاء الله ماجوره. ملتزمه بحجابك؟ اي زين وقت الصلاه تروحين تصلين؟ لا يعني مو وقت. هسه ايش قد عمرك؟ هسه انا حطب 12 سنه. ما شاء الله يعني انت هسه مطلوب منك الصلاه. اي مطلوب مني الصلاه ان شاء الله تصلين بعد. ان شاء الله مشكوره حبيبتي شكرا. تعالي شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ بدور. شكرا ماما الله يحفظك. يا غنى. شنو اسمك؟ بدور. بدور تقدمين الخدمة؟ ها؟ تقدمين الخدمة للزائرين؟ قدمت موز.
شكرا حبيبتي، ماجوره ان شاء الله. تفضل يابا، السلام عليكم، الله يحفظكم. تفضل تفضل، شنو موقفكم؟ شو قدم؟ انا طالع لايف يا غنان. الله يحفظكم، الله يخليكم يا غنان. تفضلوا، احنا قناه الايام خدمتكم، شويه ابتعد عن الكاميرا، الله يحفظكم. السلام عليكم، تفضل هنا يا امي، الله يحفظكم. ماجورين ان شاء الله. تفضل اخويا، ان شاء الله ماجورين كل الزوار والخدمه. تقديم مشكور اللي صاحب الموقف يقول انا نصيت السماعه على مو تسمعون الصوت، ماجور رحم الله والدك. مشكورين على هاي الخدمه اللي تقدموها سواء كان للاعلام او للزوار. السلام عليكم بناتنا، شلونكم؟ نعزيكم. كلمه تفضل هنا، تعالي. السلام عليكم، الله يحفظكم، ماجورين ان شاء الله. اكيد انا احاول انه احكي ويا زوار. السلام عليكم يوم، تعالي 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 نسلم عليك، ماجوره ان شاء الله. والله ما تعبانه شوي جمرك، انا ما اسوي اصور. اه ان شاء الله ماجوره، شكرا لكم، الله يحفظكم. منو يحب يعطي تعالي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ماجورين ان شاء الله، الله يحفظكم، الله يحفظكم ان شاء الله. ماجورين جميعا بحق محمد وال محمد. شنو تريد تقول؟ تعال. انا كل سنه على هذا الطريق، وكل سنة أجيب راية مالتي وأخدم للحسين. شلون تعلمت هذا الشيء؟ تبعدك صغير؟ أنا من صغير، يعني من أصغر منك عمر؟ قد هذا الطفل وأنا أمشي. ما شاء الله، أنت وياه من تمشي اليوم؟ أنا وأهلي. أنت وأهلك؟ أي كل يوم وياه أنا وحدي، بس اليوم أنا وأهلي. أي عافية، حافظ رقم ماما بابا يا خالتي؟ أعرفهم. أي شو تسوي إذا تهت بالطريق؟ أنا ما هاي منطقتي، يعني أعرف أي شيء والله. يعني أنت مو أول مرة تروح الكرملة؟ لا لا. كم مرة راية؟ هواية. ما شاء الله، يحفظك ماما، شكرا لك، الله يحفظكم إن شاء الله. مأجورين أطفالنا، أحب دائما أنوه وأذكر الأهالي بأنه يخلوهم يحفظون أرقام معينة إذا كان تاهوا بالطريق أو فقدوهم، يعرفون الأرقام. ومركز المفقودين بكل مكان موجود، أكيد ما مقصر، وشفنا الحالات اللي نشروها على التواصل الاجتماعي، بعض الزائرين اللي فقدوا أطفالهم ولقوهم بمشاهد يعني بصراحة تنزل الدموع. وشفنا هذا التفاعل اللي كان بهذا المركز ومأجورين. سلام عليكم ياب. الله يسلمك، الله يسلمك. ناصب الأليمة، تعالي هنا يا موجودكم إن شاء الله بمصابة أبو عبد الله. من وين تمشي شوية أمام الكاميرا؟ تعالي. من وين مشيت؟ جينا احنا من السيدية، من منطقة السيدية. هاي منطقتكم بعد؟ إيه إيه، بعدنا احنا تونا بعدنا استونا ماشي. إن شاء الله هذا الحماس. الله يسلمك، إن شاء الله. شنو السنة يخليك تدافع على المشي؟ السنة يعني تفويج قوي. اي مشي مشاي هواي واكل خير من الله. ما شاء الله، الحمد لله والشكر. ما شاء الله. شنو الشيء اللي يتجدد سنه على سنه عندك؟ كثره الناس. أه. وكثره الاكل اللي نسووه، هذا الكرم اللي عند العراقيين. أه. هو معروف كل عند الدول العربيه كلها. ما شاء الله، الله ما شاء الله. ماجورين السلام عليكم. عليكم السلام. ماجورين ما شاء الله. انتم من اهالي همين منطقه السيديه؟ السيديه يعني واخويا. اي ما شاء الله. شنو يعني لك الامام الحسين عليه السلام؟ ليش تروح له؟ نعزي العالم الاسلامي والمراجعين العظام والامام الحجه عجل الله فرجه بهذا المصاب. هذه احنا نقول الحسين بضمائرنا، هاي على قصيده ياسين الرميثي، هاي كل سنه تتجدد، احنا تزيد مدى تنقص كل سنه. وهذا دأب الحسين يعني. ان شاء الله الى ظهور القائم ونمشي مع القائم ان شاء الله. احنا وانتم ان شاء الله. ان شاء الله. الله والديك. السلام عليكم يا ابو. السلام على وعيني، رحم الله والديك. انا يعني هذا موكبنا، عندنا موكب احنا يعني خدمه القوات الامنيه وهم. ان شاء الله ماجورين. شو تقدم من خدمه؟ والله انا نوزع عصير وهذا. ان شاء الله ماجورين، انا اشكركم، الله يحفظكم، ان شاء الله موفقين. ان شاء الله للجميع التوفيق ومن تقديم من خدمات، وان شاء الله ما يتعبون. واحنا طريق بغداد هو احنا معروف عنه بايام قليله جدا، يمكن 4 ايام، وبعدها هم اهل بغداد يمشون، اهل المواكب. تعال ماما، بابا اشر لي قال يريد يحكي، قول ايش عندك؟ ماجور ان شاء الله. قدمت خدمه؟ ها؟ قدمت خدمه؟ ان شاء الله انجح. ان شاء الله تنجح. انت بعد انت ادعي، انت خادم. انت ادعي ان شاء الله تنجح. هاي امنيتك؟ اي هاي امنيتي. يعني انت خدمت الامام الحسين، طلبت منه انه تنجح؟ اي ان شاء الله يا رب، وانا ادعي لك. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونكم؟ ماجورين ان شاء الله. اخواننا من ايران، اعداد قليله هنا من جنسيات مختلفه، بعض منهم اللي يروح يزور الامام الكاظم سلام الله عليه ويروح ينطلق. ماجورين السلام عليكم. وما تعبان؟ ان شاء الله ما حد تعبان، الله يحفظكم، الله يحفظكم. تعالي ماما،
انت خادمه؟ اي انا كل سنه اجي الكربلاء للامام الحسين واوزع لخدام الامام الحسين، وهذا شرف لنا نخدم زوار الامام الحسين. ما شاء الله عليك تعالي. زين ما تتعبين من هذا الشيء؟ ابد، هاي خدمتي لهم. واني بابا همينة مثلكم مصور ومقدم نفس هذا الرجال. هو هسه بكربلاء اذا يسمعني كل سنه يقول، هو يروح كل سنه يقول وزعوا الامام الحسين، دائما نوزع، يوصيكم ويروح. اي نوزع موز، نوزع كيك، نوزع عصائر، كل شيء. هذا خدمه للامام الحسين. يعني وعمي عنده موكب. اما تروحين تمشين بعد؟ اروح انا وماما وبيبيتي وعمتي، نروح للكربلاء. ليش تروحين؟ احب الحسين. شكد تحبين الامام الحسين؟ هوايه ما اقدر اوصفه. حبيبتي مجنونه ان شاء الله. تسلمين قلبك. الله يبارك فيك. تعالي هاي اختك. هلا هاي اختك. اجبر ان شاء الله. ما تعبانه من الخدمه؟ شنو قدمتي خدمه؟ فواكه. فواكه لكل الزوار؟ اي. عندكم مكان مخصص للصلاه للنساء؟ اي عندنا. عندنا عندنا شويه موكب عمي مسوي يخدم به الامام الحسين، ويمه بصف استراحه للنساء والرجال، وتكرمون تواليتات. احسنتي، ماجوره ان شاء الله. شويه خلينا نبتعد الطريق عن السيارات الخدمه. طبعا هاي السيارات، نعم هاي اللي تنطي توزع المي الصالح للشرب لمختلف المواكب. الخدمه مستمره هذا الطريق، حتى قناني الغاز يوزعوها، الثلج يوزعون. انا يعني هاي ما شاء الله على الخدمه، وموفقين ان شاء الله. خلينا ناخذ فاصل وراجع ان شاء الله. واجورنا واجوركم بذكرى اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. وافيكم الان من مدخل مدينه الكوت باتجاه المنفذ الحدودي، منفذ زرباطيه. هذا الطريق طبعا يربط من قضاء ناحيه زرباطيه وصولا الى قضاء بعد بدره، بعد ذلك الى ناحيه جصان، وبعد ذلك الى مركز مدينه الكوت. هذا الطريق منذ ايام يشهد يعني دخول اعداد كبيره من الزائرين الايرانيين. الى حد هذه اللحظه منفذ زرباط الحدودي سجل دخول اكثر من 2,000,000 زائر ايراني. على صعيد المغادره ايضا تم مغادره اكثر من 500,000 زائر ايراني. ما زال يعني المواكب الحسينيه تقدم الخدمه للزائرين ايضا على مدى 24 ساعه وعلى قدم وساق. يعني يوميا قرابه الربع مليون انسان ما بين الواردين بين قادرين يمرون عبر هذا المنفذ وعبر هذا الطريق الذي يصل الى مركز مدينه الكوت. في الايام يعني الاعوام الماضيه كانت هذه المواكب منصوره داخل مدينه الكوت، لكن تم نقلها عبر يعني الطريق الحولي حتى لا تحصل زحامات مروريه يعني على هذا الطريق. للحديث اكثر حول ما تقدمه هذه المواكب الحسينيه ينضم الي احد خدمه المواكب الحسينيه. السلام عليكم استاذ. مرحبا، شلونكم؟ عضاكم والجك الله يسلمك. شنو اخبار يعني المواكب الحسينيه؟ شنو الاكلات اللي تقدموها؟ نوع الخدمه، اوقات يعني تقديم الخدمة؟ والله احنا اوقات الخدمة، اول شيء انا وسهلكم قناتكم الكريمة. نوع الخدمة احنا 24 ساعة، احنا بواقع 3 شفتات، يعني صباحي والظهر والمساء، نبقى يعني نسلم للحد الساعة 3:30 4 الصبح. حقيقة احنا من يوم 2/0 احنا مفتحين، لان هذا تعرف هذا الطريق زوار الايرانية، الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعني ما شاء الله ما يوقف. وطبعا هاي من نعم يعني على محافظة واسط. يعني شوف هسه باقي المواكب يعني طريق الشوملية والنعمانية يعني شوفوا عزلت هسه، بس احنا مستمرين. رسالة انه حركة الزائرين في محافظة واسط انتهت، يعني زائرين العراقيين اقضية ونواحي المحافظة، جنوب مدينة الكوت، ايضا قضاء النعمانية وشمال المحافظة، كل هذه الطرق انتهت الحركة فيها. اليوم الحركة الرئيسية في محافظة واسط، وهي محافظة رئيسية ومهمة كون يعني وجود المنفذ الحدودي فيها، يعني يوميا يعني يدخلون قرابة 150 الى 120,000 زائر، والمغادرين ايضا من 50 الى 60,000 زائر، وهذه اعداد كبيرة. بعض المواكب ربما يعني نقلت رحالها الى داخل كربلاء، لكن هنالك مواكب بقيت هنا موكبكم. وبعض المواكب ايضا اجت هنا هم يعني الى باقي مثلا عندها طعام او اكل ما قدر يمشي او يوزع بالهذا، فيجي هنا اما يشاركنا واما يفتح له شادر او خيمه يقعد. حتى هسه شوف احنا اغلب الاكلات اللي نوزعها جاي نرجع على الراجع، لان يعني حركه الراجع هاي الفتره راح تصير بعد اكثر. الاكلات الموجوده طبعا احنا بخدمه الزائر الايراني، فاغلب الاكلات يعني الحب الكباب العروق، الفنجر، الفلافل، يعني اشوف هاي اكلات سريعه، يعني الزائر الايراني مرحب بها. واضافه الى هذا تعرف يعني حرم الشارع ما نقدر احنا موكب السيارات يطبق، فشوف يعني الخدام على الشارع يمشيه على السلف يسبيب حتى يقلل الزخم ايضا. يعني من اجل السرعه حتى لا يحصل زحام مروري. اليوم احنا بنشكر القوات الامنيه المستنفره بكل اصنافها وبكل تشكيلاتها، حقيقه
هنا يعني خلية نحل وحدة جاي تشتغل، إضافة إلى شكر خاص يعني بصراحة يعني هذا شخصين، مدير ماء ومجاري ومدير الماء أيضا يعني خطية هنا على التليفون، أي شيء نحتاج المناطق يعني غير مخدومة بشبكة المياه، لذلك صهاريج كانت موجودة صح موجودة على 24 ساعة يعني وأوقات متأخرة من الآن، اتصل بي خطية وفر لنا كل شيء نحتاجه. موفقين إن شاء الله، عظم الله أجركم إن شاء الله، كل سنة كل عام خدام لأبي عبد الله. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم وهذه التغطية المباشرة لهذه المسيرة الكبيرة. أصحاب المواكب كما سمعتم قبل قليل على مدى 24 ساعة بدون كلل أو ملل، يعني ومنذ أيام عديدة البعض منهم ذهب إلى الزيارة وعاد إلى مدينة الكوت وما زال مستمر بتقديم الخدمة. أيضا المواكب الحسينية التي هي في مناطق انتهت فيها المشايا العراقيين جاءت هنا ونصبت يعني سرادقها هنا، وأيضا تقدم الطعام والشراب للزائرين. والحديث أكثر أيضا ينضم إلي أحد خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجركم. عظم الله أجرك وأجر المؤمنين جميعا بما صاب أبو عبد الله الحسين. تكلمنا عن المواكب الحسينية محافظة واسط مدينة الكوت. محافظة واسط خدمة مستمرة بها على مدار 24 ساعة، بالأخص محافظة استثنائية لأن قريبة على منفذ مهران، وخدمة الزوار على مدار 24 ساعة. عندنا خدام ومواكب شي تبقى هنا وشي تروح للزيارة، خدمة مستمرة على آخر زائر يطلع من مدينة كربلاء يمر في محافظة واسط. المواكب ما تكفي، بيوتنا جميعا مفتوحة في محافظة واسط، الخدمة على قول الزار. خدم الزائر بدأ هو يطلب الطعام، هو يطلب الطعام متوفر بكل شيء. إذا تلاحظ كاميرتكم ترصد كل شيء متوفر، تخدم كبار وصغار وشياب ونساء وبنات، الكل تخدم، وهذا شيء فخر إنه وإحنا نرحب بكل زوار أبو عبد الله الحسين من آخر بقعة بالعالم كله. المي البارد اليوم متوفر مثل ما أعرف إنه ارتفاع درجات الحرارة، الزيارة السنة يعني هي بلبة الصيف والجو كلش حار، اليوم الزائر يريد شيء بارد. كمحافظة واسط احنا متهيئين قبل 10 ايام، يعني تعرف الزوار اجانب دخله هواي من وفر بكل شيء الخدمة، يعني شيل ببالك موجودة الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة. حتى تلاحظ الطرق والسيارات الشارع مختلف على 24 ساعة لآخر زائر يخرج من مدينة محافظة واسط يأتي من كربلاء المقدسة. الزائرين العراقيين اللي هم سير على الأقدام من يعني مدينة الكوت بها طريقين رئيسيين، هو طريق كوت ناحية الشيخ سعد باتجاه الغربي محافظة ميسان، وأيضا كوت قضاء الحي باتجاه يعني محافظة ذي قار. هذه الطرق انتهت يعني من المشايع اغلبهم غادروا المحافظه الان في محافظه بابل، نسال الله يعني ان يصلوا بسلامه. فيما يخص يعني الطريق هذا اليوم اغلب الزائرين هم الزائرين الايرانيين، الزخم شلون جاي يصير؟ اكثر شيء المغادره ام يعني والله اكثر شيء هسه يصير يعني نسبه وتناسب، مغادره ودخول، يعني حد اليوم هم دخول اعداد كلش هواي، واحنا تعرف هاي مواكبنا يعني ما كانت هذا الطريق كان ما كان بمواكب، هذا استمرت هذه المواكب لخدمة الزوار أبو عبد الله الحسين. السنوات الماضية هاي المواكب كانت بالخاتشية داخل الكوت، هسه تلاحظ امتدد لوين، يعني يجوز بعد سنة بعد سنتين ثلاثة احتمال توصل حتى مهران. أكيد خدمة مستمرة على مدار 24 ساعة، وإحنا نرحب بكل زوار أبو عبد الله الحسين. موافقين إن شاء الله، كل سنة كل عام خدام لأبي عبد الله. موافقين. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم وهذه التغطية المباشرة لشبكة مراسلينا من جميع المحافظات العراقية لهذا الحدث المليوني، هذه الزيارة الكبرى وهي زيارة أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. وإن شاء الله سيكون مسك الختام من النجف الأشرف حيث بدأنا، ونختم هنا شارع وطريق يا حسين المتجه نحو كربلاء المقدسة. ويا حبذا تكون لي وقفة مع الأبطال الجنود المجهولين. السلام عليكم مقدم حيدر. مقدم حيدر مرزة من أبطال قوات الأمنية الأخوان أيضا، وشاهدنا يعني هذه المركبة الآن ما تطلع صورتها ولكن قبل قليل طلعت بها زائرات وزوار والمفقودين، حدث عن هذه الجهود القيمة لكم. نعم العفحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة وفرت قيادة شرطة النجف هذه المجموعة اللي تتولى إرشاد التائهين من النجف إلى كربلاء إن شاء الله. الله يبارك بكم، وواجبنا هو توفير الخدمة للزوار، الشخص اللي يتيه أو اللي ينفقد إحنا نقدر نوصله عن طريق المعلومات وعن طريق النداءات، عندنا سيطرة، وعن طريق العجلة. حتى نعم. تكون فكرة موجودة عند المشاهد. نعم. الآن العجلة هاي جوالة المفقودين موجودين فيها، عندكم مباكن خاصة تحطون المفقودين، شلون تتصلوا مع النقاط الأخرى؟ عندنا نقاط أخرى تابعة لنا، وعندنا اتصال عن طريق الأمنية، وعندنا اتصال وياهم عن طريق جهاز اللاسلكي.
نتواصل انه من يوصل المفقود واهله يبلغون في اي مكان اخر نستطيع نقاط متصلة. نعم احنا عندنا تواصل واول باول المعلومات نتداولها نتواصل. نعم حقيقة جهود مشكورة ونقف نمتن لما تقدموه من هذه الجهود وحقيقة صاغرين امام جهودكم لان انتم الحمد لله هم ساهرين على خدمة الزائرين وايضا التائهين ترجدوهم الى اهاليهم. اول شيء انا طبعا احب اشكر قناتكم الكريمة واثنين اشكر كل خدام الحسين اللي بذلوا جهود ومستمرة هاي الجهود في سبيل خدمة زوار الإمام الحسين وخدمة الإمام الحسين. الله يبارك بكم وأشكركم ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة الزوار، ده واجبنا أولا وخدمة الزوار كذلك. رحم الله والديكم. الله يبارك حيدر. بكم. شكرا جزيلا. كل التوفيق كل التوفيق حبيبي أستاذ حيدر العزيز في أمان الله وحفظه موفقين إن شاء الله أبطان الجهات الأمنية. السلام عليكم سيدنا. سيدنا السيد عدة اتصال وإحنا مستمرين مشاهدين الكرام وياكم ومثل ما ذكرت قبل قليل هي الدقائق الأخيرة من شبكة مراسلي الأيام الفضائية المنتشرة على طريقي يا حسين وعلى الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. زملائي الأبطال نور ظفر والجميع الآن الموجودين محمد كاظم علاوي الكل الموجودين حقيقة شعلة من النشاط لا سيما الأبطال الموجودين في بغداد في الكنترول الأس إن جي الموجود عند منتصف طريق يا حسين جميع مصورين مخرجين مقدمين يعني عجز اللسان عن شكرهم. شو اقول لكم؟ اقول لكم اجركم على الحسين بس ما راح اختم هسه. ليش؟ لان عندي بعد 5 دقائق 6 دقائق وما معقول اعوف هاي الجو. لازم احنا سيدنا تفضل يمنا. سلام عليكم سيدنا. تقبل اعمالكم طاعاتكم موفقين ان شاء الله. سيدنا حقيقه شاهدنا قبل قليل شيء يسر القلب الا وهي اوقات الاذان تكون اشبه بالصلاه الموحده المساجد كلها أئمة الجماعة ويتحد الجميع في أداء مراسيم الصلاة على طريق صلاة الحسين إن شاء الله. هم زوار الحسين هم أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل النجاح إن شاء الله. مرجعيتنا الدينية أنطت توصيات مقتضبة يعني توصيات صغيرة ولكن فيها أثر كبير للخادم وللمخدوم كيفية التواصل مع الجميع على مثلا يعني نريد نسمعها من جنابكم الكريم كيف المرجعية اليوم تكون ظلها الأبوي حتى على هذه الزيارة. بالنسبة للمرجعية الدينية هي الامتداد الطبيعي لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا شك أن توصياتها من توصيات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ينبغي للمؤمنين أن يستفيدوا من هدي المرجعية ومن نورها الممتد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فما نصائح المرجعية إلا نصائح الأئمة لشيعتهم وما كلامها إلا كلام الإمام المعصوم مقتبس من كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمنين جميعا رعاهم الله تعالى برعايته أن يطالعوا نصائح المرجعية في هذه الزيارة وأن يطبقوا كلام المراجع لأنهم الامتداد الطبيعي لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه. سيدنا كلمة نستطيع أن نقول بلسم لجروح المعزين في هذه الزيارة. يعني المعزين هم أهل المصيبة لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليهم صبط رسول الله وحبيبه ونجيبه. الحسين عليه السلام هو الإمام المضحي بدمه وبدم أولاده وأصحابه وأهل بيته. الحسين صلوات الله وسلامه عليهم عزيز الله وعزيز رسوله. كل الزوار اليوم يتشوقون متلهفين لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما ذاك إلا حبا بالحسين عليه السلام وحبا برسول الله وحبا بأمير المؤمنين وحبا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الحسين عليه السلام من يحبه من أحب حسينا فقد أحبني. أحب الله من أحب حسينا. من أحب الحسين عليه السلام أحب الله أحب رسول الله. الحسين عليه السلام لم يكن لشيعي دون آخر ولم يكن لطائفة دون آخر. الحسين عليه السلام هو ابن السماء. الحسين عليه السلام هو الامتداد الطبيعي لرسالة السماء. خير سيدنا العزيز وسيد الباري عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال الخيرة في ميزان حسناتكم إن شاء الله. ممنون سيدنا. مشاهدي الكرام يعني أشوفك الآن معي أحد الزائرين مصاب ومع ذلك أصر على أن يكون مع الوفود المعزية إلى سيد مولاي أبي الضيم. سلام عليكم.
لا 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 عظم الله اجوركم. عظم الله لكم الاجر المصاب. أيوة. سيد الشهداء. من جهته؟ من المشغال. من المشغال. وجهك مكسوره ومتأذي، ايش عندك رايح؟ انت معذور؟ لا، سيد الشهداء يستاهل اكثر من هذا الشيء بعد. يستاهل اكثر والاكثر، ونضحي من اجله. وانا كل سنه اجي يعني، فمن كسرت رجلي ما اقدر اجي عادي. تجي حتى لو زحفني تجي ان شاء الله. على رجلين يستاهل، ايدين يستاهل، ابا لون تقطع ان شاء الله. من عوف حبه ان شاء الله. الشباب هاي الشعله المتوهجه في القلوب ان شاء الله، في الصدور. شلون تشوف حب الحسين بقلبك؟ الحسين ما ينوصف، ما ينوصف حب ابا عبد الله، ما ينوصف. المسجد وين العقيده؟ صح. شو يقول حيدر البياتي؟ خطوتين وين توصل؟ باب الجنة. باب الجنة. وين باب الجنة؟ حسين. حسين عليه السلام. كربلاء. توصل بالسلامة إن شاء الله. هناك دعاء وزيارة. مشاهدين كرام، العشر دقائق مرت بسرعة على قلبي وعلى قلوب إخواني المراسلين الممتدين والمنتشرين على طول الطرق الواصلة إلى كربلاء المقدسة. إخواني موجودين، سواء كان ظفر ومحمد وكاظم وعلاوي ونور، جميع الإخوان، أبو صالح، ياسر، حيدر، سيد الفقار، الموجودين جعفر، طه، أبو القيمة، والكل الكل إن شاء الله هم شعلة نشاط وأبطال نفتخر بهم، وعلى رأسهم سيد زين أيضا، هذا الرجل المضحي واللي بذل الكثير لأجل إظهار هذا البرنامج على في أبهى صورة. الكل اليوم في الأيام ناذرين سنينهم وناذرين أيامهم وساعاتهم ودقائقهم، وقلوبهم تنبض حبا بالحسين. وصلنا اليوم وياكم لآخر لحظة من بثنا المباشر وشبكة المراسلين. شكر جزيل لجميع المشاركين، إخواني الأبطال من المراسلين المنتشرين على أصقاع البلاد، وفي الكنترول والإدارة. يتجدد لقائنا معكم غدا. إلى ذاك حين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.